الساعة 9 مساء يوم 15 سبتمبر صوت العرب أذاعت بيان مقتضب. البيان بيقول أنه وقع أمس حادث يدعو للأسف والألم، إذ أقدم المشير عبد الحكيم عامر على الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من مادة أو مواد مادة مخدرة وسامة. ورغم كل الإسعافات الطبية العاجلة فإنه أصيب أمس بانهيار مفاجئ نتج عنه وفاته. يقال إن اللي كتب البيان ده هو الصحفي محمد حسنين هيكل المقرب من عبد الناصر. تحول درامي عنيف حصل في العلاقة بين عبد الناصر والمشير عامر من صديق وفي مقرب وشريك في الكفاح وكل حاجة، وحتى شريك في الخطط والمؤامرات للوصول للحكم وعلاقات أسرية، لدرجة أنه عبد الناصر سمى ابنه عبد الحكيم والتاني سمى ابنه كده يعني جمال وكده. عبد الحكيم وعامر الحقيقة عبد الحكيم عامر كان بيعتبر أنه طالما عبد الناصر رئيس للجمهورية فلابد أنه هو يكون قائد عام وأعلى وكل حاجة للقوات المسلحة. بأكتر من صيغة اتنقلت الجملة دي عن عبد الحكيم عامر اللي رفض بعد النكسة أنه يبقى مجرد نائب أول ويسيب الجيش نائب ويترك العسكرية، زي ما حكت زوجته برلنتي عبد الحميد في كتاب عامر الطريق إلى قدري، اللي قالت أنه بعد ما وضعت الخطة للتخلص من المشير وقتل بالسم خرجت المنشتات تاني يوم تقول انتحر عبد الحكيم عامر. وده حقيقة، المنشتات قالت كده، انا ما اعرفش حقيقة انتحر او مات بالسم يعني، لكنه الجرايد خرجت كده. والحقيقة اتحولت الصداقة بين الاتنين القوية دي الى صراع عنيف بين العساكر سجلوا التاريخ. الحادثة دي كانت فاصل ما بين طريقة وطريقة، ما بين طريقة اختيار اللي قاعد على الكرسي لقائد الجيش أو القائد العام للجيش، وإنه يجيب قائد مسيس يعني بتاع سياسة، يعني يجيب عسكري ينخرط في المجال السياسي. بعد الهزيمة دي وانتحار عامر، الفريق أول محمد فوزي وكان مشهور عنه العسكرية والصرامة، وعلى فكرة تاريخيا مسجل لمحمد فوزي إنه هو من قاد إطفاء النيران اللي قامت في فيلا عبد الحكيم عامر أو في السرايا اللي كان قاعد فيها عبد الحكيم عامر، اللي تمترس فيها بعض من قادة الجيش ومنهم جلال هريدي وناس آخرين، وبلديات عبد الحكيم تمترسوا في الفيلا دي في محاولة لقتل عبد الناصر وتعيين عبد الحكيم رئيسا للجمهورية. ورجعوا لي كتابات سامي شرف في القصة دي. اللي قضى على هذا الانقلاب هو محمد فوزي. محمد فوزي الحقيقة قدر له انه يطير بعدها بسنة فيما عرف، او بعدها قصدي على ايام السادات، بعدها في 72 فيما او في 71 فيما عرف بثورة التصحيح. لما هنبص على بطاقة الفريق اول محمد فوزي هنلاقي بطاقته مكتوب عليها سياسي وضابط. من لحظة ما سمي ب 15 مايو أو اللي أطلق عليه السادات مسرحيا ثورة التصحيح، من اللحظة دي تم القضاء على كل عسكري له علاقة بالسياسة. التاريخ بيقول لنا أن في تاريخين في عسكر مصر مهمين داخليا. أول تاريخ هو 56، استطاع عبد الناصر أنه يجعل نكسة أو هزيمة 56 العسكرية مبايعة من الشعب للجيش بأن يتولى الجيش إدارة البلاد، وأن الجيش ده هو أبونا وأمنا وأنور وجدي. ده أول تاريخ استطاع إعلام عبد الناصر أنه يجعل من هبة الشعب ووقوفه ضد الدول الثلاثة أنها مبايعة للجيش. التاريخ الثاني هو 15 مايو السبعينات أول ما جه السادات، لما عمل
انقلاب على الناصريين وعلى الخط الناصري ده بقى تاريخ انتفاء علاقة أي عسكري يتم تعيينه من الدولة من رئيس الدولة بالسياسة. فانتهى عصر محمد فوزي كسياسي وضابط، ثم تم الاتيان بواحد تاني اسمه الفريق أول محمد صادق، ده كان رئيس أركان لمحمد فوزي، وبعدين صعدوا السادات بقى وزير حربية. الفريق محمد صادق الحقيقة لما اتصعد بعده الفريق الشاذلي لرئيس الأركان. خلي بالك هنا العقدة، الفريق محمد صادق كان رجل حازم، لكنه كما يقولوا اللي كتبوا عنه انه كان عنده حتة سذاجة وحب ظهور. بيحكي القائد البحرية الفريق محمود فهمي اللي كان قائد البحرية في الوقت ده وكان صديق مقرب من الفريق أول وزير الحربية وقتها محمد صادق، بيحكي انه كان في طريقه للسعودية لمقابلة الملك فيصل، فطلع من جيبه جواب مختوم مقفول وفتحه هو وقال له خدوا اقرا الجواب ده. الجواب جاي من السادات للملك فيصل بيقول له هذا الرجل، ده الكلام ده 71، اثق فيه ثقة جامدة جدا. يشاء القدر انه بعد سنة بالظبط السادات يعزل الفريق صادق بتهمة انه عميل للملك فيصل. لكن الحقيقة انه في ناس تانية قالت لا، هو ما تعزلش عن القصة دي عشان القصة دي. الفريق الشاذلي بيقول في مذكراته انه اتعزل لانه اصبح سياسي، وبيبرر ده بانه في زيارة الفريق صدقي لموسكو بريجنيف قال للسادات هذا الرجل له مستقبل كبير. انما مين اللي وصل الكلام ده للسادات؟ اللي وصله الفريق صادق نفسه، لان الفريق صادق وهو قاعد مع بريجنيف كان بيدون ما يقوله الرجل. فمن ضمن اللي قاله انه الرجل ده كويس جدا الفريق صادق وان له مستقبل، فدون هو الكلمتين دول وراح قالهم للسادات، وبيحكي هو للفريق شاذلي بيقول له القصة دي. فالفريق شاذلي قال له وانت رحت قلت الكلام ده للسادات؟ قال له اه. فبيقول توجست خيفة لاني اعلم ان السادات مش هيحبه. وفعلا طار الفريق اول محمد صادق وزير الحربية وقتها، وجا مكانه الفريق او اللي بعد كده بقى مشير احمد اسماعيل علي اللي كان عبد الناصر طياره في 56. قيل انه احمد اسماعيل كان له دور في القصه دي، لكن من اللحظه دي بدا اي حد يجي رئيس جمهوريه لازم يجيب وزير حربيه او دفاع ليس له علاقه بالسياسه. لانه السادات لما جاب المشير احمد اسماعيل علي الله يرحمه جابه وهو مريض اصلا بالسرطان وليس له طموح ومرفوض من العسكرية، وكل أمله أنه يرجع العسكرية فقط عشان يرد اعتباره بعد ما عبد الناصر شاله. وهو الفريق أو المشير إسماعيل كتب كده في مذكراته أن لما السادات استدعاني للبيته وقال لي أنا رجعتك للخدمة وزير، قال أخيرا ترد لي كرامتي. من لحظة اختيار المشير أحمد إسماعيل علي وزير حربية مشي على المنوال ده بقى بقيت الناس كلها، أن يأتي بوزير دفاع أو وزير حربية ليس له طموح عسكري سياسي على الإطلاق، وأنه يحمد ربنا أن أنا جبته من هنا. ودائما ما يأتي وزير دفاع أو وزير حربية على خلاف مع رئيس الأركان، وده اللي حصل ما بين المشير أحمد إسماعيل والفريق أول الشاذلي. الاتنين كان بينهم مشاكل، والشاذلي في إفريقيا ضرب المشير أحمد إسماعيل في صدره بالبنية لما كانوا رايحين يفضوا الطيارة اللي كانت اختطفت، اختلفوا في الخطة فراح ضربه في صدره بالبنية هنا، ومن ساعتها الاتنين على خلاف مع بعض، والسادات كان دائما يقف في النص بينهم ما تجيبش اتنين يحبوا بعض رئيس أركان ووزير.
لان الاثنين لو اتفقوا مع بعض هتبقى مشكلة عندك انت. وما تجيبش وزير حربية او وزير دفاع له طموح سياسي، لازم تجيبه خانع، منزوع الدسم، مرخي، مخ، اي حاجة، ما تجيبش واحد لديه طموح. وده اللي حصل بعد كده وهنشوفه مع المشير ابو غزالة، انه كان رجل له سلطة في الجيش قوية وشعبية عظيمة جدا جدا، وايضا له علاقات قوية جدا بامريكا وكاريزما. وعلى فكرة المعلومة اللي ما يعرفهاش كتير، انه في احد النسخ للضباط الاحرار ابو غزالة كان من ضمن الضباط الاحرار برتبة ملازم اول، يعني تاريخه اقدم من مبارك. عشان كده السيسي ماشي بقى على التاريخين دول، تاريخ حرب 56 لما اعتبر عبد الناصر ان الشعب بيع الجيش في القيادة، وتاريخ 15 مايو 71 او 72 او 71 لما سماها السادات ثورة التصحيح. اخر وزير حربية له علاقة بالسياسة كان المرحوم الفريق محمد صادق اللي كان وزير حربية واطاح بيه السادات. هل السيسي استفاد من الدرس ده؟ أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحية والتقدير. مفيش حديث على السوشيال ميديا غير اللي بيحصل في الجيش. هل فعلا شالوا الراجل ده أسامة عسكر من رئاسة الأركان؟ طب وليه؟ ولا ده هبده ما حصلش؟ هل اللي بتقوله الإيكونومست صحيح والسيسي خايف يشرب من نفس الكاس وعمال يغير في قيادة الجيش، ولا مفيش دليل على الكلام ده؟ على مدار اليومين اللي فاتوا يا حضرات كان في هبد ورزع وقيل وقال وهاري كتير جدا. النهارده تصدر هاشتاج أسامة عسكر وسط حالة من الغموض وعدم الشفافية، ومتحدث عسكري عامل نفسه من بنها لا عايز يتأكد ولا ينفي. ادي الهاشتاج اهو بتاع أسامة عسكر، هو الأعلى تداولا، شايفين الأحمر قد إيه؟ الكلام كله إن أسامة عسكر اتشال من منصبه وإن السيسي طياره، لكن الحقيقة بتقول أو الصور بتقول إن الراجل بيمارس دوره عادي جدا وبيظهر في مناسبات رسمية على أنه ما زال رئيس للأركان، أخرها النهاردة، أخرها النهاردة يا حضرات جريدة الشروق. وزير الدفاع شوف انت حتى بص على ملامح وزير الدفاع، ركز كده، ليس له اي طموح. اعمل كده زوم، معلش والزوم على الهواء بلدي قوي، لكن ممكن تعمل زوم. شوف شخص ملوش طموح، لا كاريزما ولا طموح ولا اي حاجة في الدنيا، شخص دخنيس حريف انقلابات، لكنه بص شايف ده عسكري، ده ولا ينفخ عجل، مفيش حاجة خالص. ده بقى من 71 اللي سمعها السادات ثورة التصحيح، ان نجيب واحد زي ما انتوا شفتوا طنطاوي كده بلا طموح، عندوش طموح في اي حاجة خالص، لانه عشان يقعد السيسي ينام في بيته او السادات او مبارك لابد انك تجيب واحد زي ده، واحد كل طموحه الرتب دي والمنصب والعربيات والموكب، وهو طيشة. على اي حال ظهر أسامة عسكر اهو النهاردة، لكن انباء جديدة النهاردة انه بالفعل حصل تغييرات في الجيش، انما الحاج أسامة عسكر لسه مستمر في منصبه زي ما قال الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، وكتب وقال تم التعميم الان انه طبقا لحركة التنقلات تم تعيين الفريق احمد فتحي خليفة امينا عاما لوزارة الدفاع بدلا من لواء اركان حرب فهمي هيكل، وتم تعيين لواء اركان حرب شريف فكري قائما بأعمال هيئة الاستخبارات المخابرات العسكرية بدلا من اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب. ركز الأسماء شوية. وبهذا يستمر الفريق عسكر في منصبه رئيسا للأركان، يعني كان رئيس المخابرات واحد اسمه محرز، طار محرز وجاء واحد اسمه شريف فكري. أوكي، يعني وفقا لآخر الأخبار أسامة عسكر في مكانه. ولما تراجع علاقة أسامة عسكر بالسيسي او السيسي بأسامة عسكر هتلاقي علاقة غريبة قوي، لدرجة ان السيسي عمل قانونين مخصوصين تفصيل يعني
لأسامة عسكر في 2017 وقانون تاني في 2021. اتسمت القوانين دي قانون عسكر عشان يمدله الخدمة. في ديسمبر 17 طلع القانون ده عشان البرلمان يقر مدة التقاعد الفريق إلى 64 سنة ونواب عسكر وزكي المستفيدون حاليا. حضرات السادة، في مايو 21 صدر قانون عسكر بعد كده بيمدد لرئيس هيئة عمليات الجيش ويوسع صلاحياته. أهو آدي قانون تاني في 21، قانون عسكر السيسي يمدد لرئيس هيئة عمليات الجيش ويوسع صلاحياته. في إيه؟ معرفش، في حاجة غريبة. مش بس كده، السيسي من 2015 لحد النهاردة استحدث مناصب بعينها لأسامة عسكر، رغم أن التقارير اللي طالعة في 2017 أنه أسامة عسكر اتورط في مخالفات مالية أنا زعتها مرة قبل كده هنا، وهب فلوس حتى مطلع الفجر، إلا أنه بعد سنتين، بعد ما قعدوه سنتين في البيت رجعوه في 2019. خلونا نعرف أبرز محطات العلاقة دي في الجراف ده. أدي العلاقة حضرات، علاقة السيسي بأسامة عسكر. في يناير 15 السيسي رقى لمنصب الفريق ليصبح أصغر عسكري ينال هذه الرتبة، وأسندت له قيادة منطقة شرقي القناة ومكافحة الإرهاب لمدة عام. لما خلص العام استحدثها لعسكر منصب خصيصا وهو مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، واداله وقتها 10 مليار جنيه يعمل تعمير في سيناء. في 2017 خرجت تسريبات عن تجريد السيسي لعسكر من مناصبه إثر مخالفات مالية. أنا طبعا قلت الرقم 10 مليار ده لأن في فيديو كده السيسي وقف وسمع عسكر قال له معاك 10 مليار جنيه تولع سينا تشقلبها، لكن في 17 خرجت تسريبات أنه تجرد من منصبه أو من كل مناصب دي لأنه هبد ال 10 مليار في جيبه. في 2019 بقى بعد سنتين عاد عسكر للمشهد العسكري بمنصب اسمه رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. في مايو 21 السيسي أصدر قانون لتمديد منصب عسكر كرئيس هيئة عمليات للجيش عشان يتوج في أكتوبر بقرار من السيسي بتعيين عسكر رئيس للأركان. نيجي بقى للأسماء اللي ذكرها الباحث الأستاذ محمود جمال اللي احنا قلناها من شوية اللي حصل فيها تغييرات، وركز معايا فيها عشان اللي بيجرى فيها. أول منصب حسن الأخبار المتداولة تم تغييره هو منصب مدير الاستخبارات العسكرية اللي قلت لك ركز مع محرز جامين شريف فكري. ده شريف فكري، ده حضرات شريف فكري، تحس انه طبيب نساء وولادة او تحس انه صيدلي، يعني راجل زي ما انت شايف كده بينه وبين العسكرية البادلة بس. ده شريف فكري مدير الاستخبارات العسكرية الحديثة. ولما دورنا لقينا في تهنئات بالفعل على السوشيال ميديا للرجل اللطيف ده عشان تم تعيينه قائم بأعمال هيئة الاستخبارات العسكرية، ودي بوستات التهنئة، خش على بوستات التهنئة. إبراهيم عبد الهادي البراهمة، نقدم التهاني الحارة للسيد اللواء أركان حرب شريف بيك فكري، طبعا بيك دي من عنده، بتوليعته منصب لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وسدد الله خطاك وحفظك من كل سوء وتحيا مصر 22 مرة، ونشكر جيش مصر العظيم. ما فيش شكر للسيسي يا هلا، شكر للسيسي يا هلا. ديشا الغزالي، ألف مليون مبروك لسيادة اللواء أركان حرب شريف بيك فكري، برضو بيك، لتوليه منصب القائم بالأعمال أو قائم بهيئة الاستخبارات، نسأل الله أن ياوي أو إي أو. محمد سامي لهلوب في إيه بقى؟ لهلوب في إيه؟ ما تعرفش. شريف محمد فكري. تاني منصب مهم ضمن التغييرات اللافتة اللي السيسي عملها في الجيش هو تغيير قائد الحرس الجمهوري، وده اللي كشف عنه الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، كتب تغريدة وبيقول من اللافت في حركة تنقلات يونيو 23 التي اعتمدها السيسي على مستوى قيادات الجيش تعيين قائد جديد للحرس الجمهوري وهو لواء أركان حرب طارق نصار بدلا من لواء أركان حرب مصطفى شوكت،
وتم تعيين شوكت بعد ترك منصبه نائبا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية. لكن ما العيب؟ حركة تغييرات عادية، انت ليه عامل عليها ليلة كده؟ ايه المشكلة انه يعمل تغييرات في مناصب عسكرية مهمة، خاصة ان دي مناصب لمؤاخذة حساسة ودي بتحتاج كل فترة لتغيير، وفي دول العالم كلها بتعمل كده. بس لحظة، بس دول العالم كلها بتغير لما يجي رئيس جديد. يعني في امريكا مدة الرئاسة 4 سنين، يجي الرئيس الجديد يغير براحته، ممكن لو جاله دورة تانية او يعني انتخب مرة تانية انتخب مش تعين، لان هم هناك بعد الشر عنكم، انتوا في جمهورية جديدة، جديدة جدا، الارصفة فيها 65 سنتي، والناس هي بس جمهورية جديدة. لكن في امريكا الجمهورية القديمة دي حتى لو حصل له فترة تانية بالانتخاب بعد الشر عنكم، بإما انه يستبقي الناس اللي موجودة او انه يغيرهم. لكن في الدول المتخلفة الحقيقة بتحصل حاجة تانية، بيبقى له مدة إقامة، مدة منصب، إنما برضو يبقى لازم يبقى فيه شوية استقرار، يعني يقعد 4-5 سنين عشان الراجل يعرف يشتغل على الأقل. تعال نشوف السيسي بقى عمل إيه في المركزين دول، من تغييرات لدرجة إن بعضهم قعد سنة. إيه رأيكم؟ ده ما فضلكم، نتفرج على التغييرات اللي السيسي بيعملها. ادي تواريخ رؤساء الحرس الجمهوري. لحظة، لو سمحت ما ننساش دور محمد زكي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. محمد زكي الكيوت ده اللي هو منزوع الدسم ده، كان له دور كبير جدا في اقتحام القصر الجمهوري. وسلاح الحرس الجمهوري ده سلاح مهم جدا، ده سلاح تم استحداثه في التاريخ الحديث في مصر، يعني عبد الناصر ما كانش يعرفه، ما كانش عمله، السادات ما كانش عمله، لكن استحدث في اواخر عصر مبارك كده، او يعني في عصر مبارك تم استحداث الحرس الجمهوري. فده بقى المنوط بيه كل حاجه عن الرئيس. محمد زكي كان له دور كبير جدا، الناس اللي نطت من على قصر الاتحاديه والحبال، وشفنا الحرس الجمهوري كان متعاون مع الشعب في اقتحام القصر. نشوف بقى تواريخ رؤساء الحرس الجمهوري في عهد الجعر، نشوفها كده مع بعض. الجعر من ساعة ما جه الحقيقة جاب قادة القوات الحرس الجمهوري لواء أركان حرب مصطفى شوكت من ديسمبر 19 حتى الآن. لواء أركان حرب أحمد علي من يونيو 18 لحد 19، فريق محمد زكي الدخنيس من 8 أغسطس 12 14، لواء أركان حرب نجيب عبد السلام رشوان. يعني نجيب ده اشتغل مع السادات ومشي تقريبا أغسطس أكتوبر أيام الرئيس مرسي، وجامة قبل الرئيس مرسي، وجامة كانوا أو يعني أيام الرئيس مرسي، معرفش أغسطس ده كانت أيام الرئيس مرسي، لأ جامة كانوا محمد زكي، لأ قبل الرئيس مرسي. جاء محمد زكي بقى اشتغل مع الرئيس مرسي وخانه، لازم نؤكد على كلمة خانه دي، هم دول لواء أركان حرب نجيب عبد السلام، جاء بعده محمد زكي، جاء بعده أحمد علي، جاء مصطفى شوكت من 19. طيب لما نحسبها كده نلاقي محمد عبد السلام نجيب رشوان من 2009 ل 2012، لأن في النص كانت ثورة يناير، فنقدر نقول ان هو ما ينفعش كان يستمر كتير في القصة دي لانه مصر اتغيرت. لكن نمسك محمد زكي، محمد زكي قعد من اغسطس 12 ل 18، وكان له فضل كبير جدا في الاطاحة بالرئيس مرسي، كان له دور مهم يعني. وبعدين احمد علي قعد سنة واحدة من 18 ل 19 قائد حرس جمهوري، قعد سنة واحدة يعني يدوب عبال ما رص المكتب كانوا بيقولوا روح، تخيل. وبعدين جاء محمد شوكت من 19 ل 23، يعني 3 سنين وهبابة صغيرة كده. هل يجوز؟ تعال بقى لو انت استعرضت تاريخ الحرس الجمهوري، لا تلاقي الناس بتستقر على الأقل 4 سنين،
على الأقل 4 سنين. لكن المسكين المأسوف على شبابه أحمد علي لم يستمر إلا سنة واحدة من 18، يعني ده ما قعدش حاجة يا أولاد. من يونيو 18 قعد 6 شهور لحد ديسمبر، يعني تقريبا لا سنة ونص تقريبا، حاجة كده حاجة كده فكة يعني. وبعدين شوكة ده من ديسمبر 19 لحد ما تم تغييره أو تم التغيير بالراجل اللي جاء جديد. معنى إيه علي؟ معلش ما أنا مش سامعك أصلا. طيب نشوف محمد زكي أهو مع بعض، نشوف كده الخبر بتاع محمد زكي أهو. الفريق محمد الجنرال الذي منح السيسي كرسي الحكم بالخيانة، بالخيانة مش بحاجة تانية. في 8 أغسطس استيقظ المسؤولين على خبر تعيين الرئيس هو عينه، هو الرئيس مرسي هو اللي عينه، ورئيس مرسي علاقته بالجيش، كل اللي يعينهم كل حلفاء خانوك يا ريتشارد. المصري محمد مرسي عينه قائد لقوات الحرس الجمهوري قادما من وحدة المظلات، وعمره ما نزل بمظلة، ومكلفا بتأمين جميع قصور ومقرات الرئاسة وتأمين شخص رئيس الجمهورية وأفراد أسرته وعناصر الموكب. لكن سرعان ما توالت الأحداث ليفرض الرجل نفسه على الساحة بعد ما كان أحد الأدوات الانقلاب على أول رئيس مدني للبلاد، ليقدم كرسي الرئاسة على طبق من ذهب لوزير الدفاع آنذاك الفريق أول أو الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على رد الجميل بتعيين وزير للدفاع في خطوة أثارت لغط. ده حضرات اللي بعده. يعني بناء على الكلام ده يا علي، بناء على الكلام ده الحقيقة السيسي غير أكبر أو أكتر جهازين مسؤولين عن تأمينه، المخابرات الحربية والحرس الجمهوري. وده بيفكرك بإيه؟ بيفكرك باللي قالته صحيفة الإيكونومست من كام يوم، لما قالت إن السيسي ما عندوش ثقة في القيادات العسكرية وإنه بيغير فيهم طول الوقت. حتى نسيبه اللي كان ماسك المخابرات الحربية قبل كده محمود حكازي قعده في البيت. أفكرك بالجزء ده من تقرير الإيكونومست، بتقول أهو إنه الراجل المصريين ساخطون. ده كان التقرير اللي صدر وعمل جلبان في مصر يا ابن عمي يا جماعة اطلع. أيوة، ولما كان السيسي قليل الثقة باللواءات العسكرية فإنه حرص على تبديل وظائفهم بانتظام، وربما تعين عليه أن يكبح طموح صهره محمود حجازي رئيس المخابرات السابق. ويقال أن الرئيس ينام في مكان مختلف كل ليلة، لا سيما أن لديه منازل فاخرة كثيرة ليختار من بينها بحسب الصحيفة البريطانية. الراجل بيغير بيبدل وظائفهم بانتظام. لكن خدت بالك من حاجة؟ اشمعنى محمود حجازي اللي خصته الإيكونومست اللي قالت عليه صهره بالذكر، ليه ما قالتش بقية القادة العسكريين؟ اسأل نفسك فين أحمد وصفي؟ اسأل نفسك ايه المشهد اللي كان وقت ثورة يناير؟ كان السيسي ملوش حس، مش معروف، مطفي، لابد في الدرة. وكان وقتها المشير طنطاوي ربنا بقى يجازيه اللي عمله فينا، وكان أيضا وقتها محمود حجازي هو الرجل الأكثر ظهورا، وكان في طبعا ضباط قادة جيش تانيين كلهم طاروا أو كلهم راحوا حتت يعني. لكن محمود حجازي تحديدا كان له كده شكل وهيئة، يا ربما لو جبنا صورته هنلاقيه إنه واحد من القادة العسكريين القلائل في الوقت ده، لأن مبارك كان حريص على إنه المجلس العسكري يبقى مجموعة من الموظفين عديمي كل شيء، كل حاجة. مبارك كان حريص على إنه بعد ما طير المشير عبد الحليم أبو غزالة إنه لا يأتي بأحد له هذا البريق أو هذه الكاريزما وله علاقات بره وجوه. ده حضرتك محمود حجازي. يعني احنا مش بنتندم على أيام مبارك، احنا نتندم على محمود حجازي نفسه، وصل بينا القاع للدرجة دي. انما اشمعنا الإيكونومست اتكلمت عن الراجل ده تحديدا وعلاقته بالتغييرات اللي حصلت؟ بص يا سيدي، انا هقول لك كلمتين وهقولهم وأجري على الله.
يقال أو خليني أقولها لك، هل صحيح إن الأخ محرز عبد الوهاب اللي كان رئيس المخابرات الحربية اللي لسه طاير ده لسه يدوب ما وقعش، كانت علاقته جيدة بمحمود حجازي؟ هفكرك، هنا حكيت لك الفريق محمود فهمي قائد البحرية كان على علاقة طيبة جدا بالفريق أول محمد صادق وزير الحربية، ولما جاء السادات شالوا، لأنه أو لما جاء اسمه إيه شالوا السادات، شالوا في 72 شال الأول الفريق صادق، وراح شال بعده اثنين، علي عبد الخبير قائد المنطقة المركزية ومحمود فهمي قائد القوات البحرية، لأن الاثنين كانوا على علاقة طيبة جدا بالفريق صادق. فيقال إنه الأخ محرز عبد الوهاب اللي هو قائد أو رئيس المخابرات الحربية اللي لسه طاير من كام يعني من قريب قوي، كان على علاقة جيدة بهذا الرجل جدا، واللي كان بيشغل نفس المنصب قبل كده لأنه ده كان رئيس جهاز المخابرات الحربية، ومحمود حجازي كان عايز يترشح للرئاسة. يقال إن الرجل ده كان لديه رغبة في الترشح للرئاسة، لكن حصلت ضغوط كبيرة علشان يتراجع، وعشان هو يترشح كعسكري لابد انه ياخد اذن من الجيش، وإلا هيحصل معاه زي اللي حصل مع الفريق سامي عنان لما رشح نفسه واعلن ترشحه وهو ما خدش موافقة من الجيش. الرجل ده اتضغط عليه، يقال اهو انا بقولها تحتها 86 خط، يقال ان هذا الرجل اراد او كان لديه رغبة وكان فعلا خد خطوات عشان يترشح في الانتخابات 24، ومورست عليه، ومورست هنا لاخواننا بتوع اللغة العربية مبني للمجهول، يعني في ناس ضغطت عليه علشان لأ وعيب وما يصحش وتضحك علينا الناس يا ابن عمي، ويقول العيلة وقعت في بعض وحرامية سارجين بعض هكذا، يعني مورست عليه ضغوط، وفي النهاية تم عدم إعطائه الموافقة من الجيش. هل ده صحيح؟ حد بقى يرد. الكلام اللي جالنا إن الرجل ده محمود حجازي فعلا قدم ورق ترشح للمجلس العسكري والمجلس رفض، وهو ده بقى المرشح المفاجأة اللي كان اتكلم عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري السيد محمد أنور السادات لما قال إن الجيش، بقولك قال إيه، تعال نشوف فيديو كده. ما هي ربما دي من المشاكل اللي يعني قابلته أو صدفته، يعني عشان كده أنا قلت لك إن في أسباب شخصية وأسباب عملية تتعلق ب يعني إمكانية فرصه في الحصول على موافقة أو نوع من الـ يعني الكليرنس، يعني ما يستطيع أن يأخذ. فربما لهذه الأسباب يعني أنا ما عنديش فكرة. مين بقى اللي عايز موافقة؟ ما هو مش معقول واحد نازل رئاسة الجيش، مراته قالت رئاسة البلد، مراته قالت له ما تنزلش ما ينزلش. هو بيقول إنه يعني كان في عكوسات، والعكوسات دي مش حد عامل له عمل على ورك جمل، العكوسات دي كانت عبارة عن موافقة. مين اللي ما خدش موافقة؟ هل ده صحيح؟ هل ده صحيح أن محمود حجازي قدم أوراق ترشحي للمجلس العسكري والمجلس رفض؟ هل ده صحيح؟ أنا بسأل لأن المعلومة وصلت لنا لكده، المعلومة اللي لسه جايالنا طازة وبنار الفرن يا بطاطا، كانت إن محمود حجازي قدم ورق ترشحه للمجلس العسكري ورفض كل الضغوط اللي تمت اللي اتمارست عليه، والمجلس العسكري رفض ترشحه. إلى أي مدى ده صحيح؟ والله أنا بسأل، بس المعلومة الناس قالتها لنا وقالت يا جماعة دي مش تحليل، دي معلومة مؤكدة من داخل الجيش المصري. حضرات السادة، هو المشهد واحد يا جماعة، يبدو انه اللي بتقوله التقارير الاجنبية صح، ان السيسي جاب اخره مع الناس اقتصاديا ومحدش بقى طايقه غير انتصار طبعا، يعني هي واحدة
قعدت مع الراجل ده عدد ده من السنين، يبقى نحاست، يعني نحاست. ده واحد معاشر، واحد نتن بقالك ردح من الزمن، مؤكد انه خلاص خد مناعة، لو شاف واحد نظيف يغم عليه. الناس كلها مش طايقاك، زي ما قالتها ارتس، وزي قبلها ما قالت الايكونومست، وزي ما قالت الاستاذه ليلى علوي. كل الناس قالت لك كده كتير، كفايه ما تبسطهاش اكتر من كده. التعويذه اللي تحميه من كل ده انه يفضل مسيطر على الجيش. نعمل ايه؟ نغير في المناصب، غير انك انت لازم تبات كل يوم في حته، لكن تغييرات المناصب هي الاهم برضو، لازم تكون محسوبه، لانك داخل على انتخابات رئاسيه، ومش عايز حد يعمل حركه غبيه يسحب فيها من رصيده اللي هو جوه الجيش، اللي هو صفر صفر. يعني خد دي ثقه مني، جوه الجيش خلاص بقى السيسي مسار تريقة في الجلسات الخاصة من القادة العسكريين، وطبعا من الضباط حدث ولا حرج. محدش في الجيش قاعد ياكل من كلامك دلوقتي، إلا طبعا المهلباتية الكبار، بس حتى دول عارفين إنه هو إذا حصلت عكوسات في البلد والشعب ده ما عادش طايقك، أنتوا هتتجابوا. يعني حتى الحرامي بهاء الدين زيدان اللي استولى على الأدوية في الجيش يعلم ان رقبة السيسي جنب رقبته واحد، وان لو حصلت هبة في الجيش او في الشارع هتتجاب انت يا بهاء وامثالك مع السيسي بالظبط، هتتحطوا لمؤاخذة في بوكسر واحد، في باسكت واحد. فالسيسي مش عايز حركة غبية ويلاقي عسكري نازل قدامه، عشان كده لازم يفضل يحافظ بايده وبسنانه على امتيازات الجيش، واللي ما يقدرش يغيره النهارده من القيادات بكره هيشيله. عايز دليل؟ انا هقول لك دليل. امبارح الحكومه اصدرت قرار بالغاء اعفاءات شركات الدوله في الانشطه الاستثماريه والاقتصاديه عشان الخاص، القطاع الخاص يعرف ينافسهم ويشتغل، وده قرار اللي الصندوق بيقول عليه من زمان، من 2016. لكن في بند واحد في القرار ده بوظ الطبخه، وظهرت فيها ريحة نظلة، هي الريحة يا كريمة، ريحة السيسي. القرار استثنى شركات الجيش. طب ازاي شركات، او كانت شركات الجيش هي اللي عليها كلام وان هي اللي مسيطرة وكبسة على نفس القطاع الخاص، وازاي تستثنيها؟ ازاي يا راجل في مجال الأدوية انت سحبت كل حاجة من القطاع الخاص واديتهم لبهاء، قمت تستثني بهاء؟ ده كلام يا بهاء. اسمع الخبر اهو، ادي القرار: مصر تستثني الجيش من الغاء اعفاءات جهات الدوله في الانشطه الاستثماريه والاقتصاديه. رسمي فهمي نظمي سليمان. وافق مجلس الوزراء بتاع التراطير على مشروع قانون يقضي بالغاء الاعفاءات المقرره يعني الغينا كل الاعفاءات اللي كانت بتاخدها جهات الدوله في الانشطه الاستثماريه والاقتصاديه، وذلك بهدف تحسين المناخ، مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص الغلبان في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وترسيخ التوجه الخاص بكفالة فرص عادلة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية. يعني دلوقتي أي مستثمر مصري قطاع خاص خلاص بيقدر يواجه قطاعات الدولة، لأنه بقى زيه زي قطاعات الدولة، ما عندهمش الإعفاءات اللي كانوا بياخدوها. بس لحظة، غير أن مشروع القانون استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاتفاقات الدولية المعمول بها في مصر، وكذلك المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدولة عن الدولة، الدفاع عن الدولة وحماية الأمن الوطني، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية. وبذلك تكون جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي يتولاها الجيش أو يتولى تنفيذها والإشراف عليها معفاة من أحكام القانون في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد. طب هو رجل الأعمال هيواجه مين؟ هيواجه وزارة التنمية المحلية؟ هيواجه الجيش؟
لأن الجيش هو اللي استولى على كل شيء. باختصار كده حضرات، السيسي مزنوق وخايف جدا من كل شيء، خايف من أي حد، لأنه الانهيار الاقتصادي والفشل في إدارة الدولة كابوس كاتب على نفسه. هو نفسه خايف من انفجار الشعب، وما فيش معاه غير التعويذة السحرية التي لجأ إليها كل حد، التعويذة دي اللي راهن عليها كل شيء، تعويذة اللعب بالنار والكراسي الموسيقية اللي بيعملها مع خيرات الجيش. لكن السؤال، هل التعويذة دي هتفلح معاه على طول زي ما وصفت جريدة الأخبار اللبنانية اللي قالت الخبر دي؟ تعويذة السيسي لا تمنع الانهيار، مصر تسقط، الأربعاء 21 حزيران 23. يبدو أن الدولة المصرية في مرحلة الراهنة باتت تعمل وفق مبدأ كل يوم بيوم، في انتظار معجزة تترجم قناعة عبد الفتاح الجعر بأن مصر لن تسقط. لكن هذه المعجزة تبدو صعبة التحقق أكثر من أي وقت مضى، في ظل تجاوز الأزمة، حدود نقص العملة الأجنبية وجمود نشاط القطاع الخاص ووصولها إلى الصعوبة في توفير أساسيات الحياة اليومية بعد تخفيض قيمة العملة إلى 3 مرات في غضون عام واحد، فيما رفع سقف الاقتراض وتحريره من أي قيود بات يهدد أكثر فأكثر معيشة المصريين اليومية. كده يا حضرات، عندنا الإيكونومست، هارتس، وادي الأخبار اللبنانية. الخلاصة، السيسي تعلم من درس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وتعلم من درس السادات كمان. من ساعة ما جاء بيتخلص من شركائه في الانقلاب، أول ما تخلص من أحمد وصفي قائد الجيش الثاني، يتخلص من المجلس العسكري اللي رشحه للرئاسة، اللي طبعا قال لهم كلام زي العسل، اللي مش بعيد يكون ميل وباس رجليهم عشان يرشحوه. وبعد كده شفنا تخلصه من صاحبه اللي كان بيسقف بحماس، صدقي صبحي، حتى نسيبه محمود حجازي وأسامة عسكر في الطريق، إذا ما كانش دلوقتي هيبقى بعد الانتخابات. المهم، محدش يفضل في مكانه، ويفضل هذا الغادر الجعر يتلفت حواليه، مش عارف الطعنة هتجيله منين وإمتى. لكن الموضوع الأهم بالنسبة بقى اللي زي أسامة عسكر كده، إيه، بقروا تاريخ أجدادكم وأبائكم من ساعة ما عبد الناصر جه، اقروا كده عبد الناصر عمل إيه وعلاقته بالقادة العسكريين كانت عاملة إزاي، اقروا كده جلال هريدي اللي فكر انه يغتال عبد الناصر، اقروا عن عبد الحكيم عامر اللي كان الصديق الصدوق لعبد الناصر. انا ممكن قبل ما امشي دلوقتي لو عندي وقت احكي لكم حاجه صغيره كده عشان تعرفوا ازاي المنصب والمال الاثنين يغيروا النفوس. والعقاد بيقول في مقدمه عبقريه عمر، المسؤوليه تبدل اطوار النفوس. عبد الحكيم عامر كان صديق شئ لعبد الناصر، يعني انتيم الى درجه انه واحد يفدي التاني بروحه. عبد الحكيم طبعا، انه بتحكي الاستاذه برلانتي انه كان في حفله في مكان زي استاد او مسرح او حاجه زي كده، وعبد الحكيم موجود وعبد الناصر موجود، وفجاه اتقطعت الكهرباء حاجات بسيطه قوي. ولما رجعت الكهرباء الناس شافت منظر غريب قوي، شافوا عبد الحكيم عامر قافش في عبد الناصر، ولما رجع الكهرباء عبد الحكيم قعد مكانه وهو مبسوط قوي، محدش فاهم الموقف ده بتاع ايه. بتقول عبد برلانتي ان الرئيس عبد الناصر سأل عبد الحكيم ايه اللي حصل، اللي عملت ليه كده، قال له بصراحة كنت خايف ان دي تكون مؤامرة عليك وحد عايز يضربك بالرصاص، فحبيت الرصاصة تيجي فيي أنا. شوف الحب مش كلام، حب حقيقي، حب جد. لكن لما عبد الناصر اترستق في المنصب وبقى هو النجم، عبد الحكيم بدأ يحس بغيرة، ولما قامت وقعت نكسة 67 الاتنين وقفوا قدام بعض، وعبد الناصر باع عبد الحكيم عامر. اتفق عبد الحكيم مع عبد الناصر انهم يطلعوا بيان سوا يقولوا عبد الناصر بيعلنوا فيه الاثنين استقالتهم وتحملهم للمسؤوليه.
عبد الحكيم فتح التلفزيون واستنى عبد الناصر يقول بقى ان انا وعبد الحكيم نتحمل هذه المسؤولية. لكن اللي حصل ان عبد الناصر قعد قدام المصريين في التلفزيون وفي الإذاعة يقول ان انا اتحمل المسؤولية دي وان اعود الى صفوف الجماهير. وكان محضر المظاهرات بعضها متنظم عشان تخرج تقول له لا تتنحى. تخيل من صداقة وحب لدرجة فداء النفس بالنفس إلى خيانة وربما أيضا إلى قتل وليس انتحار. صدق المفكر العقاد لما قال المسؤولية تبدل أطوار النفوس. معلش في حد بيسألني بيقول لي اشمعنى قلت على الراجل اللي اتعين ده موديل استخبارات شبه الدكتور نسا ولادة أو صيدلي؟ قصدي يعني مش بالعكس، يعني دول ناس راقية يعني. يعني قصدي شكله حتى لو تشوفه كده بالفريمليس ده وتحس انه لا يعني ما ينفعش عسكري، ينفع حد كده لطيف يعني. طيب امبارح لحد امبارح ما كناش عارفين مصير المصري المعارض الأستاذ السيد الشويحي، كناش نعرف مصيره ايه. الراجل نزل هو وابنه على الكويت معهم جنسية تركي، وفجأة في مطار الكويت اتاخد الراجل، ثم قيل انه هيترحل لمصر انه جنسيته الأصلية مصري. ثم قامت السوشيال ميديا وما قعدتش، كلهم بينشدوا الحكومة الكويتية انه ما يرحلهوش لمصر، لانه مصر يعني سلخانة، يعني مصر كلها سلخانة. فامبارح الشيخ عصام تليمة له فضل كبير واحنا لازم نعيد او نرد له الفضل ده، قال لنا على الهوى وكنا اول ناس قلنا بفضل مساعدة الشيخ عصام انه لا، بعد وساطات كبيرة تمت مع الجانب الكويتي، الرجل على الطيارة دلوقتي واحنا قاعدين، ده امبارح قلت الكلام ده، في طريقه الى اسطنبول. اتمنينا يكون الخبر اللي انفردنا بيه صحيح. افكركم بس في حلقة امبارح كده كنا في بداية الحلقة اتكلمنا عن السيد الشويحي المواطن المصري اللي احتجز في الكويت، واللي السوشيال ميديا كله ناشد أمير دولة الكويت وشعب الكويت ومجلس وزراء الكويت وبرلمان الكويت إنه ما يسلموش للسيسي. وصلني الآن حالا دلوقتي على مسؤولية الشيخ عصام تليمة أن السيد الشويحي الآن في طائرة عائدا إلى تركيا بعد وساطات طيبة، وأرجو إعلان ذلك يعني على الملأ. وصلني الآن من الشيخ على عهدة الشيخ عصام تليمة أن السيد الشويحي اللي في الصورة ده اللي كان محتجز في الكويت عائدا الآن في طائرة إلى أرض تركيا الحبيبة بعد وساطات طيبة. فأنا بالمناسبة دي إذا صح الخبر، وأنا أثق في الشيخ عصام جدا، إذا صح الخبر فأنا أتوجه بكل الشكر والتقدير للكويت شعب وحكومة ومجلس وزراء وبرلمان إنهم لم يسلموا هذا الشخص إلى السيسي. النهاردة تأكد الخبر وبالفعل السلطات الكويتية رجعت سيد الشويحي إلى تركيا. يعني الخبر اللي امبارح انفردنا به برضو بفضل الشيخ عصام طلع حقيقة، والنهاردة جريدة الرأي الكويتية بتقول الكويت ترحل مصريا تركيا إلى اسطنبول. ففي النهاية الحقيقة الرجل الخبر اهو، علمت الرأي أن السلطات الأمنية الكويتية رحلت الموقوف المصري التركي الذي كان أوقف قبل أيام لدى وصوله مطار الكويت بناء لمذكرة توقيف في حقه استنادا إلى نشرة صادرة من الانتربول. وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوف تم ترحيله لتركيا
الجهة التي قدم منها بعد انتهاء إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة. في النهاية أكرر وأجدد كل الشكر والتقدير لدولة الكويت، حكومة وشعب، على الموقف ده وحفاظها على روح مواطن مصري. ورسالة أخرى، ما يعني للناس اللي زي حالتنا، ما تحرجوش الدول العربية حتى ولو يعني حتى قطر أو تركيا، وإن كنتوا تروحوها، لأنه المسألة معقدة جدا وبتعرضوا الدول دي للإحراج. أنا مش بفهم لحتى الآن إنه مصري عنده مشاكل مع النظام يروح لأي دولة عربية، ما بعرفش أفهم الحكاية دي، استنادا على إنه معاه باسبور. إحنا شفنا شريف عثمان كان معاه باسبور أمريكي واتحجز في الإمارات وكانوا هيرحلوا على مصر، وده باسبور أمريكي. فرجاء حار يا جماعة، مش معنى إنك أنت معاك باسبور تاني إنك أنت تنزل أي دولة عربية. ما تنزلوش الدول العربية، إلغي من تاريخك الدول العربية، لأنه حتى الدول اللي أنا أحسبها محترمة زي الكويت أو قطر أنت بتحرجها، أنت أصلا بتعرضها للإحراج. في المطارات دي بقت مكشوفة لكلهم لبعض، يعني إذا سافر محمد نصر النهاردة الكويت، الإمارات هتعرف يقينا. خدها مني يقينا، إذا سافر في طيارة مترتر إلى الكويت الخبر ده هيتعرف فيه. شوف عشان أريح، هو بس إحنا عندنا مشكلة جهل، وأنا ما بعذرش حد في الجهل، لأنه أنت لو بتقرأ تعرف أنه الجامعة الدول العربية التي أنشأت في الأربعينات فشلت في كل شيء، فشلت في إنشاء قيادة عربية عسكرية موحدة، فشلت في إنشاء سوق عربي موحد، فشلت في اتخاذ موقف سياسي عربي موحد، فشلت في منع اعتداء دولة عربية على أخرى، وشوفنا العراق والكويت، فشلت في حماية الدول العربية، فشلت في كل ما عدا ملف واحد فقط لا غير، الملف الأمني. ولذلك تلاقي اجتماع وزراء الداخلية العرب هو الاجتماع الحقيقي، ما لا يعلم هذه المعلومة ما كانوا بقى السجن، يروح السجن ونخلص منه بقى. ما هوش معقول هنروح ندم في ودن كل واحد ونقول له يا حضرات، أكبر وأعلى ملف ناجح في الاتحاد العربي كله، شوف جامعة الدول العربية انشئت سنة حاجة 46 تقريبا عبد الرحمن باشا عزام، لحد دلوقتي شوف كم سنة فشل في كل ملفات، ومع ذلك لم تنجح إلا في ملف واحد، في ملف الأمن. ولذلك تلاقي ضباط الأمن الوطني المصريين يروحوا يدربوا قطر، ويروحوا يدربوا الكويت، ويروحوا يدربوا الإمارات. يا راجل مفيش حاجة حاصلة. فأي واحد مصري لديه جنسية أخرى إن شاء الله يكون جاي من عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله لو فاطمة بنت محمد هتتحجز في مطار الكويت. يا أخي افهم، ما تحرجوش الدول، خلاص اعرف صاحبك على عيبه، ده عيبه خلاص، عيبه ما تروحلوش بقى، حبه بس من بعيد لبعيد، وارفع الشعار الخالد اللي ملوش اي طعم ولا له لازمة، وعش الجسد فاني لكن عش مش عارف ليه، اللي هو بتاع حسين السيد وعبد الوهاب في القصيدة المشهورة عش الروح ملوش اخر، بس حب كده من بعيد لبعيد، جوابات مسج جمعة مباركة تفتكروا كده في العيد، تبعت له خروف بمأمأ خلاص. لكن خيالك يهيأ لك انك تنزل بقى عشان معاك جنسية تانية وان الجنسية التانية هتحميك، هتتبهدل بقى وهتشوف مرار طافح. خلينا نشوف اللي بعده بقى. انا والله العظيم قاعد اصلي العصر وبعدين فتحت فيديو كده لقيت اسمي فيه وبتشتم، والله ده اللي حصل بالظبط. بصلي العصر وبعدين قدامي على الفيسبوك لقيت فيديو كده لمرتضى منصور، قلت اشغله باك جراوند يعني، فحاجه كده زي المهرجانات كده اللي هو ايه، انت نازل بقى وعايز حاجه ايه باور كده وبتاع، وانا ماليش في الالكتريك ميوزك ولا في الجاز، لا ليه في الجاز، بحب الجاز، فقلت اشغل اي حاجه كده جنبي تزن عبال ما اخلص. بخلص سمعت اسمي، والله
لسه بقول الله اكبر الواد محمد الله 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 مين ده؟ ايه بقى الموضوع؟ احنا في زمن التوافه او والله العظيم من السياسه للفن للرياضه، شخصيات تافهه بتتحكم في الناس. خد مثلا اللي بيحصل في قلعه كبيره زي اسمها نادي الزمالك، ودي قلعه وانا من هنا اكرر للمره المليون اكن كل التقدير والاحترام لجمهور نادي الزمالك ولنادي الزمالك. لكن الناس اللي ماشيه ورا مرتضى دول بهايم مخططه. واحد زي مرتضى بيتحكم في هذه القلعه البيضاء بتاعت محمد حسن حلمي، حلمي زمارة، بتاعت كمال درويش، بتاعت حسن شحاته وفاروق جعفر ومحمد صلاح، بتاعت محمد توفيق وعادل المأمور، اسماء كتير جدا وبطولات كتيره جدا صنعها نادي الزمالك من 1911 لحد دلوقتي. قوم يجي واحد يلطخ كل دول بالعار، طالع النهارده يقول انه الخطيب ملوش علاقه بحبسه، وبيقول بالنص كده والله العظيم الخطيب ملوش علاقه بحبسي، وبيقول بالنص مين التافه اللي قال ان الخطيب حبسني. حلو، انا بس لسه جاي لك وقال عني ايه؟ بس انت جيت على حجري يا رمان، حضرتك بتقول مين التافه اللي قال ان الخطيب حبسني؟ انت متاكد؟ اصلك انت كده بتشتم نفسك. يعني مرتضى منصور وصل لمرحله من الاباحه انه شتم ستات مصر كلهم وبعض رجالات مصر، وشتم النهارده نفسه. قال مين التافه؟ لا ده انت تسمعها لي تاني. يعني بتحلف بالعظيم ان الخطيب ملوش علاقه بالحكم؟ وبتحلف او بتقول ان اللي يقول ان الخطيب حبسك تافه؟ يبقى انت بتشتم نفسك. انت كده تافه. ايه اهو الخبر اهو في الشروق، وهات فيديو علي الله يخليك، الاعداد ما جابوش فيديو. مرتضى منصور بعد تأييد حبسه اخيرا رئيس الاهلي يسجن رئيس الزمالك. اخيرا كتب على حسابه الشخصي رئيس الاهلي رئيس يسجن رئيس نادي الزمالك لاول مره في تاريخ الرياضه. يعني انت التافه يا مرتضى، انت الوحيد اللي طلعت قلت كده. ده انت قلت فيديو بس الجماعه بتوع الاعداد ما جابوش الفيديو، لو جابوا الفيديو ده انت اللي رحت، انت اللي قلت يا مرتضى. يا اخي انت لا تكل ولا تمل من المهزله دي، انت اللي طلعت قلت ان الخطيب حبسك. هو انا قلت عنك حاجه؟ حد قال عنك حاجه؟ طيب اللي حد معالي يلاقي الفيديو ده، لا معرفش ليه برضه الاعداد ما جابوش، وده الحقيقه مرتضى نموذج لنظام سياسي فاسد كذاب بيبيع بطولات وهميه، وانا بقى قاعد له بالمرصاد. وبعض الناس بيسالني انت مالك ومال مرتضى منصور؟ يا جماعه مرتضى منصور ده انا رايي الشخصي لازم يتحط على 20 جنيه جديده، مش تحطه ايزيس او كليوباترا، لا حطه مرتضى. الدولار بيتحط عليه الرؤساء الامريكان وشخصيات امريكيه، ال100 دولار والدولار وال5 دولار وال10 دولار، انتوا اعملوا كده، حطوا مرتضى لا مؤاخذه، حطوه في على ال20 جنيه الجديده. انت قاعد تتابع الحلقات وبتتابع مصر النهارده ويقول لك الحقيقه يعني جاب سيرتي، لا وجاب سيرتي بشتيمه مبدئيا كده. ايه حكايه محمد نصر ابو فرح؟ انت ايه علاقتك بفرح؟ خفها مرتضى وابعد القصه دي، احنا بنتكلم يعني كن راجل مره واحده واتكلم عني. انت بتتكلم على الفيديو اللي انا جبته لك وانت واقف قدام مجلس الدوله، انت بتقول ان السواق جاب لك العربيه. طب السواق لما جاب لك العربيه انت بتسوقها ليه؟ وبعدين معلش بقى، انت مكتبك الناحيه الثانيه، مكتبك عند الجدع السوبر ماركت بتاع الفلسطيني ده، مكتبك في الشارع ده الناحيه الثانيه، ومجلس الدولة الناحية دي، بينك وبين مجلس الدولة النفج. خلاص؟ أنت بتقول إنك جبت العربية، السواق جاب لك العربية وخدت العربية ومشيت، لأ. لأنه فين السواق؟
انت جيت قعدت على كرسي المقعد القيادة وخدت انت اللي سقت العربية، والعربية كانت راكنة صف اول قدام مجلس الدولة. ده حلقة 19 يونيو يا مرتضى، يا ابو امير، يا ابو احمد، انت واقف انت اللي سقت العربية. انت بتقول للست، وطبعا الست مش هتقولك حاجة يعني، او للراجل بتقول انت السواق جاب العربية، خدت العربية، خدت العربية، انت اللي سقت العربية، فين السواق؟ اختفى السواق، والعربية كانت مقفولة وانت راكد صف اول. دولة قانون ما يعرفش يعملها رئيس وزراء في دولة محترمة. لو دولة محترمة ما يعرفش رئيس وزراء يعمل كده في مكان ممنوع فيه الركنة. حضرتك راكن صف اول، وانا المكان ده استنى ايه يا مرتضى، ابو احمد، ده انا زرعه، ده انا عارفه سنتي سنتي، حافظه يعني، انا حافظ الزبالة اللي فيه، ومش بعيد بعد 10 سنين ارجع الاقي الزبالة زي ما هي، لانك انت فيه. الحلقة دي الحقيقة رصدت بالتواريخ التخبط اللي بيحصل في قرارات عزل مرتضى منصور وعودته، وازاي وزارة الرياضة وكلت هيئة مفوضي الدولة عشان تسحب قرار عزله وتقول ان القرار ما طلعش اصلا. وقلت ان ازاي وزارة الرياضة بتقول القرار ما طلعش، وطلعت هنا المراسلات اللي راحت لمجلس ادارة الزمالك بانه شوفوا لكم رئيس تاني غير ده، لان ده معزول. حضرتك انا في الحلقه كانت كده، انا دي كانت الحلقه يا مرتضى، ما تضحكش على الناس يا مرتضى. الناس اللي وراك اللي بتهز راسها دي، او بعض انا بقول بعض جمهور الزمالك اللي شايفك اسد، هو اصلا يعني في شك في جنس يعني في النوع بتاع الجندر، يعني اللي شايفك اسد هو ما يعرفش يعني اسد، او هو يتمنى حاجات تانية ملناش فيها بصراحه. الظاهر الرصد اللي عملناه في البرنامج ده حارق قوي ابو احمد او الشهير بمرتضى منصور، وخلاه مش قادر يسكت، فطلع يهاجمني رغم ان احنا عملنا شغلنا من كلامهم، كلام وزارة الرياضة. وهنفضل هنا يا مرتضى، هنا نصطاد كل تافه نافش ريشه على الناس، نقلعه مالت ونكشفه على حقيقته قدام الناس. انا مش عايز اناقش الناس في اللي انت قلته في الفيديو ده، لانك كذبت على جماهير الزمالك. مش بس كده، ده انت رحت هددت اليوتيوبر الزملكاويه بان اللي هيجيب خبر عن الزمالك هسجنه، انت قلت كده في الفيديو ده. وفي عيال او شباب يعني رجاله محترمين زملكاويه يوتيوبرز بيعملوا فيديوهات عن الحاجات دي، هل معنى كده ان دول مهددين بالعزل بالسجن؟ انت قلت كده، اللي هيجيب سيره الزمالك من العيال اليوتيوبر الزملكاويه دول هسجنه. تسكنه بصفتك ايه؟ زملكاوي وبياكل عيش من الفيديو من اليوتيوبر وبيتكلم على الزمالك، انت تسكنه بمناسبة ايه؟ هي دي دولة 30 يونيو. لكن الاهم ان احنا عرفنا دلوقتي مين التافه اللي قال ان الخطيب وبعدين هاتلي حاجة واحدة بمجد فيها الخطيب. انا بمجد الاهلي وطريقة ادارته، مش الخطيب. الخطيب ده شخص بالنسبة له، بالعكس ده انا قلت عن الخطيب كلام بلاوي يعني جدا. ده انا يوم ما جاب ابراهيم العرجاوي قلت جايب ليه ابراهيم العرجاوي، يوم ما الخطيب وقف مع السيسي وشكره شلحت الخطيب هنا، مش انا يا مرتضى اللي شغال مع الخطيب ولا يخصني. ولولا ان اللي عندي عن الخطيب سيء قوي قوي وما ينفعش يتقال كنت قلته، بس ما ينفعش يتقال، سيء قوي قوي، بس مش في ذمته المالية يعني، لكن أنا ماليش علاقة بيه يعني. أنا بتكلم على إدارة الأهلي، النموذج الإدارة على البطولات، فإحنا ما بنمجدش الخطيب ولا حاجة. وإذا كنت أنت بتقول للدولة إن إحنا بنكبر في الخطيب وإن الخطيب تبعنا، لا الخطيب تبعنا ولا عايز أعرفه أصلا. وفي الآخر الخطيب بيجيب إبراهيم العرجاوي وبيشكر اللي مشغلك السيسي، لكن انت نموذج ل 30 يونيو لدولة بلا قانون، دولة بيتحكم فيها التوافه او التفهين امثالك. اللي بعده، انت كأم او انت كأب، ايه اصعب سؤال ممكن تواجهه في حياتك؟ انا بقى السؤال ده للكنترول برضو على فكرة، بتوع الكنترول ما تقعدش تعمل نفسك من بنها، لا حلو السؤال ده، ايه اصعب سؤال ممكن تواجهه في حياتك كأب وانت كأم؟ ايه اصعب سؤال؟
عملت لنا ايه في حياتك؟ الواد جعان. ايه يا جدعان الاجابات دي؟ اصعب سؤال يا ابني، اصعب سؤال بيواجه اي اب واي ام، مطلوب من كل مصري من كل مصريه، اصعب سؤال يا اخي. سؤال ده سؤال بسيط جدا، ده بقى اول صفحه في المنهج. اول ما مبروك المدام حامل، اول صفحه في المنهج كده السؤال ده، حتى لو انجليز حتى لو المان. اسكت اسكت. لا السؤال الصعب هو، بابا انا جيت ازاي؟ ماما انا جيت ازاي؟ رد بقى، رد بقى. وبعدين ايه العيال دلوقتي ما بتقتنعش بفكره ايه دعينا انا وبابا ودعينا ربنا كده في ليله فانت جيت، ماشي هياكل معاك. حبيبي جيت انا اكلت كتير فبطني اتملت وبقت قدامي قد كده فانت جيت. طب ما انت بتاكل كل يوم. بينتهي عاده الاجابه بتاع السؤال ده عند الاباء بتاع ما بطل دوشه بقى، دماغي تعبانه. ليه بنعامل ولادنا كده؟ لانه دول قصر وصغيرين في السن وبسطاء الحال ومش هيفهموا علاقات معقده غير مفهومه الحقيقه، يعني انت لو فكرت فيها تلاقيها برضو غير مفهومه. يعني المهم يعني عشان ما نطولش في القصه دي، احنا دايما نعامل ولادنا كده. حتى لما تيجي تشتم واحد صاحبك وتقول عنه كلام مش كويس، فالمدام تقول لك على ولادك يعني موجودين عشان عيب الكلام ده يتقال قدامهم، وتقول والله. وبعدين يطلع ابنك او بنتك تقول لك ماله عمه فلان، تقول لها حبيبة قلبي زي الفل. مش ده اللي احنا بنواجهه؟ ليه؟ لان احنا ناس مسؤولة وهم صغيرين قصر مساكين ما يعرفوش الحياة ودهاليز الحياة والعلاقات المركبة والمعادلات الغير منطقية. هكذا يا حضرات بيتعامل معنا الطغاة، على ان الشعب ده قصر شوية اطفال مساكين الحال، مش ابرياء برضو، يعني اطفال مش ابرياء. فالحقيقة لازم تخبي عنه. في كل دول العالم المتحضرة طبعا، واللي بتخاف من وجود برلمان قوي يحاسبها وشعب راشد عاقل بالغ بيسألها عن كل قرش بتصرف راح فين وجا منين وبتصرف في ايه، ده غير الشفافية والعلنية اللي بتعلن بيها كل ما يخص البلد من سياسات اقتصادية ودخوله كله. عندنا في مصر بس الوضع مختلف تماما. السيسي وحكومته اللي بيدوروا واللي بيدوروا في فلكهم من مؤسسات بيشتغلوا بمبدأ ما تقولش للشعب حاجة، ما تردش عليه، قول له كلام حبيبي، سألش على الحكاية دي خالص، عيب عيب، كل حاجة لازم تكون في سرية. طب ايه هو العيب بقى؟ القرارات الاقتصادية، القرارات الاقتصادية اللي بتعملها الحكومة عيب عيب. في رواية اخرى بعض الناس قالت ده بيعملوا كده عشان الحسد. لا بس فيش حسد يعني، لان في سلامتها ام حسن، بس فيش حسد اوكي. لكن في رأيي الشخصي لا، هو الشعب قاصر ومفروض ما يعرفش احنا بنعمل ايه في الموازنة. وكل من كام يوم الحكومة قررت كده انها تستعين بمؤسسة التمويل الدولية اللي بتعتبر ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص عشان يقدم لها الدعم والمشورة، مشورة فنية، برامج، طروحات الحكومة زي كده. الخبر اهو تعيين مؤسسة كذا، يعني استراتيجيين برنامج الطروحات الحكومية، حلو قوي. لكن اعلام السيسي شايف ان احنا قصر وانه لازم يكون في سرية للاجراءات الحكومية الاقتصادية. وطلع محمود عطلة نائب رئيس مجلس الادارة، ادارة شركة اسمها سي اي كابيتال تقريبا القبضة، طلع مع ابراهيم عيسى راجل كده مليان ومرحرح كده، قال لك لازم تبقى الاقتصاد القرارات الاقتصادية تبقى سرية. لا وابراهيم عيسى قال اعمل كده. لو اتقال له الكلمتين دول ايام الرئيس مرسي كان لك ليه يا فندم؟ ليه سريه؟ ليه؟ يعني متى تكفوا؟ انا ممكن اقلد لكم ابراهيم عيسى بس محتاج بدله زي بتاعت فيلم اكس لارج كده بتاعت احمد حلمي عشان اجيب ابراهيم عيسى يعني. كما هيقول لكم متى تكفوا عن انكم تعاملوا الشعب على انه قصر وانه لا يستطيع ان يناقش الموازنه والميزانيه؟ مش بس كده، ده طلع احمد موسى وبيحاول يقنعك انك ولا مؤاخذه
قد كده ومش بتفهم، وان المشاريع اللي تعملها الدولة لها رؤية وحكومة وفي حكمة احنا ما نعرفهاش، والسيسي وحكومته هم اللي عارفينها. اسمع كده، اي مشروع بيتعمل في البلد له رؤية عند الدولة احنا ما نعرفهاش. ليه احنا ما نعرفهاش؟ ليه احنا ما نعرفهاش؟ واحنا مين تقصد؟ مين تقصد؟ عمال الترحيل؟ تقصد الباعة الجائلين؟ تقصد الموظفين؟ تقصد السادة الأطباء؟ تقصد السادة الاقتصاديين؟ تقصد اللي بيشتغلوا في بنوك؟ تقصد الصحفيين؟ تقصد مين في الشعب؟ قالك احنا ما نعرفها. يعني الراجل طالع يتباهى بانه حمار، اول مرة اشوف كده واحد طالع يتباهى بانه حمار برخصة. بيفكرك بايه بقى؟ حاجات السرية. ساعة ما طلع وزير الكهرباء يتكلم عن السد العالي وقال ايه ده، حتى السد العالي وقف، راح السي وقف قال له شت 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 شت. عارف انت لما تروح تاكل عند الضيوف مع امك وابوك وبعدين الست تديك حاجة فامك تعملها كده ما بيحبهاش، عارف الحركات دي؟ قال له شت شت شت، ما تكلمش فيها خالص، اكتم انا قلت اكل. للأسف البلد تحولت الى تنظيمات سرية، والشعب بقاش له الحق في المعرفة ولا سؤال السلطة عن حاجة، زي ما بيقول الكاتب الكبير الدكتور عمار علي حسن اللي كتب تغريدة وبيقول فيها أهو تحولت الدولة في هذا العهد إلى تنظيم سري. أي دولة هذه التي لا يعرف الشعب صاحب المال والسيادة والشرعية مالك الدولة ما تفعله السلطة فيها؟ إيه إنه العبس الذي يؤكد أن هذه الدولة إما مختطفة أو ألعوبة. لقد عادوا بنا إلى زمن غابر، أيام ما قبل الدولة، بل ما قبل العشيرة والقبيلة. أين مصر؟ أين مصر؟ في الكونشيز. مصر في الكونشيز. دكتور عمار، فعلا مصر مختطفة عشان ما فيهاش مبدأ الفصل بين السلطات، ولا في محاسبة ولا مساءلة، ولا فين الفلوس دي، ولا صرفت في ايه، كل حاجة ماشية كده، كل شيء يشبه شيء بالبركة، ومن دماغ بني آدم واحد سايق لوحده البلد كلها واخدها كده شروة على بعضها، بيع يشتري. ادي لك مثل على كلامي ده، تعال شوف كلام رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن شراء قاطرات جديدة للقناة، ازاي بتاخد قرار. بص، أسامة ربيع كواليس شراء قاطرات قناة السويس: طلبت من السيسي شراء قاطرتين للقناة بقوة سحب 180 طن، قال لي خليهم أربعة. قناة السويس احنا عندنا، احنا جبنا غير قناة السويس، احنا عندنا، احنا لازم نجهز قناة السويس، جايز يجي لها عريس ولا حاجة. اه والله العظيم، طلبت من السيسي شراء أربع قاطرات للقناة بقوة 90 طن، قال لي خليهم 10 طالما الهيئة محتاجاهم. 10 يا جدعان، الجو ده ايه؟ الجو ده ايه؟ ده ايه يا مصر؟ ده يا مصر ايه الحلاوة دي؟ قال لك طلبت منه 4، 2 قال لي خليهم 4، طلبت 4 قال لي خليهم 10. طب ايه بقى الفلوس؟ طب العائد؟ طب هجيبه منين؟ طب ايه شروط البتاعة دي فنيا؟ طب في برلمان نقول له حاجة نستأذنه؟ طب السؤال الأهم، حضرتك ليه طلبت من السيسي؟ ما طلبتش ليه من رئيس الوزراء؟ لأن مصطفى مدبولي كان بيتغدى عند حماته من الجمعة، ومصطفى مدبولي طول الوقت قاعد عند حماته كده، وراح مع حمال عمر، يعني في جو كده بينه وبين حماه وحماته كويس قوي يعني. فالراجل قاعد كيوت كده عامل كده. فالراجل طلب، رئيس الهيئة طلب من السيسي على طول. طلب 2 قال له خليهم 4. طلب 4 قال له خليهم 10. الكلام ده بيفكرك برضو برئيس هيئة قناة السويس السابق مهاب اللميع، مهاب مميش، واللي كشف ازاي نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة بالتليفون. اه والله العظيم بالتليفون، لا دراسات ولا وجع دماغ. مميش عرضت فكرة القناة الجديدة على السيسي بالتليفون وقال لي يلا نفذ. لا، هو الكلام كان كده؟ ده الكلام كان غير كده خالص. قال لك قلت له عليها بالليل، بالليل قلت له على الحفر التفريعة دي، وبعدين الصبح لقيت تليفون بتاع الخاص بتاع الرئاسة بيرن، وطبعا
عايزك انت او انت تتخيل صوت السيسي الساعه 6 الصبح. يا اختي دمار. قال له انت لسه ما نمتش؟ انا لو حد كلمني الساعه 6 الصبح قال لي الجملتين دول بالاداء بتاع السيسي قسم بالله ما اعرفه تاني. قال له انت لسه ما نمتش؟ ايه يا جدعان في بينكم بعض حاجه احنا ما نعرفهاش؟ قال له اه. قال له يلا نفذ اشتغل. اهو السيسي وحكومته اللي صرفوا وراح صرفوا عليها كام مليارات وجمعوها من جيوب الشعب الغلبان وضحكوا عليه بورق هنديك 18% فايده وراحت فلوسك يا صابر. مش قادرين يفرضوا على الحيتان رجال الاعمال واصحاب المشاريع والمصانع والشركات الخاصه انهم حتى يطبقوا الحد الادنى للاجور اللي قالوا عليه من يومين اللي هو 3000 جنيه. متحدث وزاره العمل مش هنعلق المشنقه حال عدم تطبيق الحد الادنى للاجور. اي ده كان كلام كده يعني. كلام كده يعني قلنا كلمتين في قاعده وقلنا انه يا جماعه الحد الادنى بقى 3000 اللي يطبق يطبق. هما كلمتين يعني. امال مين اللي هيطبق القانون يا وزاره العدل؟ لما انت مش قادره تجبري اصحاب الاعمال الخاصه انهم يدوا للعمال والموظفين الغلابه في القطاع الخاص الحد الادنى للاجور اللي ما يجيبش 97 دولار بالعافيه. طبيعي في ظل المرتبات المتدنيه دي واللي يدوب تاكل عيش يدوب يتراجع مع معدلات الجواز لان العيال مش لاقيه تاكل اصلا. هتتجوز ازاي؟ في حد هيتجوز؟ في حد دلوقتي يقدر يفكر في الجواز؟ ده 3000 جنيه الحد الادنى ده اذا قبضهم مقدما مش هيعمل بيهم حاجه برضه. الاوضاع الاقتصاديه للبلد في انهيار وكل يوم. ده مش رايي، ده رأي حتى الوكالات الاقتصادية العالمية، من سيء إلى أسوأ بسبب بوز الإخص الجعر اللي جاب لكم الفقر والهم والغم على المصريين كلهم. حتى الفئات المرفهة يا جماعة، الفئات اللي مفترض إنها يعني الكريمة تعبانة. ما أوعى تفتكر الحقيقة إن واحد غني يعني، ما هو الغني ده عنده سواق والسواق عايز يزود مرتبه، عنده ست بتساعد في البيت الست دي عايز يزود مرتبها، عنده بنزين بيحطه في العربية أو العربيتين فلوس زيادة، عنده كهرباء في البيت زادت، عنده سلع غذائية بينزل يشتريها زيك من السوبر ماركت زادت. فاوعى تفتكر إنها جت على الفقير بس، دي جت على الفقير وعلى الغني وعلى كله يا راجل. حتى محمد رمضان، محمد رياض عجيب شوية، عجيب يعني، شخص عجيب. وأنا شخصيا والله استغربت منه جدا. طالع يقول لك انا شفت انجازات ما صدقتش. حلو، كلمتين حلوين. في نفس الحوار طالع يقول تعبنا من ارتفاع الاسعار فما بالنا بالمواطن البسيط. نشوف كده. محمد رياض تعبنا من ارتفاع الاسعار. محمد رياض تعب من ارتفاع الاسعار فما بالنا يعني الراجل ده بياخد بالملايين. الراجل ده اجره ما يقلش عن 2-3 مليون. تعب، عنده ولاد المدارس فيها زادت، عنده مصاريف لبس زادت، عنده سلع غذائيه زادت. الاستاذه ليلى علوي كانت بتقول الناس ماشيه حزينه في الشارع اهو. الاستاذه ليلى علوي طلعت قالت ان الناس في الشارع ماشيه حزينه، يعني كله. فما تجيش يا محمد رياض في حوار واحد، في حوار واحد يا راجل اعقل، تقول انجازات وبعدين تقول تعبنا. محمد رياض الدولة المصرية حققت انجازات ملموسة منذ 30 يونيو. وفي نفس الوقت في نفس الحوار يقول لك تعبنا على رأي الأستاذ محرم فؤاد. يا راجل يعني اظبطوا كلامكم شوية، إما إن في انجازات أو في أي حاجة تانية. حط الاتنين جنب بعض بقى. والله العظيم النهاردة هو منشر له الكلام ده بقى. مرة بيقول لك إنجازات ملموسة من 30 يونيو، مرة تانية يقول لك تعبنا. طب فين الإنجازات؟ فين الإنجازات يا محمد رياض؟ ما تعقل شوية. الناس تعبت وجابت آخرها الحقيقة فعلا ومبقتش قادرة تتحمل. بص أهو ده محمد رياض، الاتنين مع بعض. محمد رياض تخيل، محمد رياض يقول في إنجازات من 30 يونيو ومحمد رياض يقول تعبنا من ارتفاع الأسعار. الاتنين جنب بعض. انت مين فيهم؟ انت مين يا اللي انا مش عارفك انت مين؟ انت مين فيهم يا محمد؟
ما هو اما في انجازات والدنيا زي الفل وعيشنا واشتغلنا او ما فيش انجازات والدنيا بايظه يعني. انما الواقع الحقيقي سيبك منه، الدنيا تعبانه قوي، الناس تعبانه قوي، الناس ما بقتش تتحمل ولا تكفي مصاريف بيوتها، وكتير منهم يا علي كتير منهم الحقيقه يعني خاصم اللحمه من زمان وخلاص، ما بقاش يدخلها بيته، ما بقاش في حاجه اسمها لحمه، وبقاش قدامه غير انه يشمها وياكل على الريحه عند الجزار. حقيقه ما تضحكش خالص، لانها ماساه يعني. ونفاجئ بالتصريح الصادم ده من نقيب المأذونين اسلام عامر، واللي قال ان عدد حالات الزواج شهدت انخفاضا بنسبه 50% خلال الاشهر السته اللي فاتت او الاولى من العام الحالي. 50% ده القليل يا بيه، ده قليل. هو مين اللي هيتجوز دلوقتي؟ وزي ما حالات الجواز تراجعت بنسبه كبيره جدا زي ما الراجل بيقول 50%، حالات الطلاق زادت بنسبه كبيره خلال كام سنه اللي فاتوا، وبقى في حاله طلاق كل دقيقتين في مصر زي بيقول الخبر ده كده، حاله انفصال كل دقيقتين نساء مصر بين تراجع الزواج وزياده الطلاق مع الاسى والاسف. وبعدين حتى اللي هتتجوز يا هي هتلاقي راجل على مواصفاتها، ده مساكين البنات في مصر والله من الواحد بيشوفه يعني. حتى اللي تفكر تتجوز في الاخر هتلبس، هتتجوز واحد لانه ده اللي جاهز، وبعدين خلصت الليله والفرح والكوشه والزفه، فجاه هوب تلاقي واحد مش ده يا جماعه في حد ضحك علينا، وهكذا اللي بعده. حقيقه من الاقتصاد السري والمطار السري الى التاسيس السري لحزب مستقبل وطن، القصه حصلت لما طلع حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن اللي هو اكبر حزب في البرلمان، هو الحزب طبعا في مجلس الشيوخ، طلع في لقاء عادي قاعد مع مذيع بيساله، حق المذيع يسال اي سؤال. الراجل اتضايق واعتبر ان المذيع كشف سر خطير، رغم ان السر كل الناس عارفاه، ان الحزب ده هو الوريث لحزب الوطني وانه تاسس بايد المخابرات والاجهزه الامنيه. ايه يا حسام زعلان ليه؟ شوف اللقاء ده كده اهو حسام لا انا عايز الفيديو، اديني فرصه اسال عن تسال مين يا حسام؟ ما احنا مصر كلها عارفه، تسال مين؟ وبعدين انت الراجل قاعد في مصر، الصحفي ده قاعد في مصر، وبعدين انت راجل برلماني يعني معرض انك انت في مؤتمر صحفي يطلع لك صحفي من الايكونومست يقول لك السؤال ده، فانت لازم تبقى بترد. الطبيعي انك ترد تقول له مين اللي قال الكلام ده، احنا عاملين كذا ووجودنا في الشارع كذا، عندنا كام عضويه، عندنا كذا، صرفنا كذا، يعني تطلع تتكلم. قالوا لا اديني فرصه اسال عن ذات مصر، لا 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 مش هكمل، لا تسال مين. طبعا الناس روقت حسام الخولي اللي طلع انه خايف يجاوب على السؤال زي ده. نشوف كده الناس قالت له ايه. سؤال واحد بس ما عرفش يستحمله نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وبسببه لغى انه يكمل الحلقه، وبيقول له اديني فرصه ابقى اسال عن ذات مصر. ما انت كده يا حضره النائب اكدت السؤال اللي هو ساله ليك، لدرجه دي الحزب ده هش وضعيف وما فيهوش اي حد عنده فكر او وعي او حتى وعي او قضيه او منهج ماشي عليه، ما عندوش يا محمود، ما عندوش. الناس دي قضيتهم ومنهجهم مصالحهم الشخصيه، ما اعتقدش الوطن يفرق معاهم في حاجه، عندهم تعليمات بس. فكر دي كلمة انساها في وضع الدولة الحالي. أنا عايز أفهم، هفترض المذيع سأل سؤال خارج السياق أو الضيف اعتبره اتهام، إيه اللي يخليه يرفض الرد أو يرفض إنه ينفي اتهامه ويصحح المفهوم عند المذيع؟ الهروب عمره ما كان رد، هو كده أكد الإجابة وهي أصلا معروفة لمصر كلها. اه والله، يعني انت راجل مسؤول وبرلماني
ونائب رئيس حزب، واحد طلع قال لك انك جاسوس، الصحيح انك ترد. واحد طلع قال لك انك انت طالما ما سألكش سؤال شخصي، وبعدين الراجل المذيع من ظرفه بيقول له ايه، بيقول له طب انا ممكن الغي السؤال، يعني نلغي السؤال وخلاص، خلاص نلغي السؤال ويبتدي. الضيف هنا عنده حاجه ميتين، اما ان يرد او يقول له اتحفظ على الاجابه، انما يقول له لا 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 اديني فرصه اسال، اسال عن ذات مصر. ده اكد، ده اكد. حد يقول لي سياده النائب انتوا فعلا حزب امني؟ ده انت لو دخلت جوجل يا راجل اول حاجه كده وكتبت يا علي حزب مستقبل وطن، بس اكتب، اكتب بس حزب مستقبل وطن، اكتب بس كده، اكتب حزب مستقبل وطن اهو، هو حزب سياسي مصري اسسه اعضاء في اداره المخابرات العامه والاستطلاع المصريه. ظهر بعد احداث 13 في مصر، وقد نما الحزب حتى اصبح احد اكبر احزاب مصر. وصف بعض النقاد الحزب انه يشبه بطبيعته الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ايام مبارك، وذلك لدعمه المطلق للسيسي وعلاقته بكبار مسؤولي الحكومه. رسمي ده جوجل، يعني مش هنسال حد، يعني ده جوجل. ازاي بقى سياده النائب تم انتخابكم فعلا في دورتين برلمانيتين عن طريق المخابرات؟ اهو هكذا مدى مصر، هكذا انتخب السيسي برلمانه. البرلمان أدار الاجتماع مسؤول أشارت إليه المصادر باسم اللواء إيهاب، واللواء إيهاب ده يا حضرات إحنا مش هنمثل، يعني مش هنمثل. إزاي بعد كده أخدتوا الأغلبية في البرلمان؟ أهو اديني الخبر اللي بعده، حزب مستقبل وطن يحصد غير في برلمان مصر بالبتاع ده، بالبنات والحاجات، الزيت والسكر والحاجات اللي إحنا شفناها. يعني ده غير ان كنتوا بتطردوا اي حد يتكلم عن فساد رئيس حزب السابق بتاعكم اشرف رشاد والنائب الحالي. هذا اللي بعد، تقدم عدد من نواب حزب مستقبل وطن بعشرات البلاغات على الاقل ضد ثلاث صحفيات مدى مصر الى جانب رئيس مجلس اداره المؤسسه دون تسميه في اقسام الشرطه بمدن مصر بحسب معرفه، لان الثلاث بنات كانوا عملوا تحقيق صحفي عن فساد اشرف رشاد. مش بس كده، ده انتوا كمان بتحاولوا تسيطروا على كرة القدم، وعملتوا ناديين، واحد في الدرجة الثانية وواحد في الممتاز، فيوتشر ومستقبل. كيف سيطر نادي محسوب على الدولة كرة القدم؟ قصة الحزب معروفة من بدايتها لنهايتها، وفضايحه موجودة وعلى الملأ، شوية مجهود بتعريفه تفضح لك الحزب ده اهو. البلطجة والتزوير والخيانة تحاصر مستقبل الوطن. في 2013 الرائد بالمخابرات أحمد شعبان يقرر عمل كيان شبابي لدعم النظام. في 2013 المخابرات الحربية تختار محمد بدران رئيسا لحملة مستقبل الوطن. في 2014 أول تكليف للحملة لحشد التصويت بالأموال والكراتين للدستور وانتخاب السيسي. في 2014 إعلان تأسيس حزب مستقبل الوطن برئاسة محمد بدران. و20 تعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق صاحب قرار السعوديه تيران وصنافير رئيسا للحزب. في 20 مرتضى منصور يتهم مرشح مستقبل وطن بدفع رشوه 50 مليون جنيه لتعيينه بالمجلس. في 22 اتهام اشرف رشاد نائب رئيس حزب بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروه. في 22 نائب بالحزب عيد حمادي يعتدي على ضابط قبض عليه بتهمه حيازه مخدرات. 22 اتهام لخمسة من نواب مستقبل وطن بالاتجار في الآثار. 23 مستقبل وطن يرفع قضايا ضد صحفيات بمدى مصر كشفنا فساد الحزب. ده حزب مستقبل وطن يقول لك لا 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 استنى، لا مش هجاوب. اللي بعده، في واقع هي الأولى لأول مرة بتحصل، يعني نشرت إسرائيل من أقمار صناعية صور، وقالت انها الصور دي كشفت عن قاعدة صواريخ مصرية من طراز سكود بعيدة المدى على بعد 12 كيلو من العاصمة المصرية القاهرة. الصور نشرتها مجلة اسمها اسرائيل ديفينس، هي مجلة عسكرية بتصدر تابعة للجيش الاسرائيلي.
ادي اهو صور الاقمار الصناعيه تؤكد وجود قاعده صواريخ سكاد قرب القاهره. بتعمل ايه بقى دي؟ بتعمل ايه دي؟ بتعمل ايه عندنا يا حضرات؟ حد يقول لنا. تخيلوا، محدش عارف دي بتعمل ايه. هنعرف دلوقتي الحقيقه يعني. طيب، نشر الموقع صور القاعده ملتقطه بالقمر الصناعي لتوقيتات مختلفه ما بين سنه 2020 2021 2022 ويونيو وابريل 2023. الصور اهي، دي الصور يا حضرات اللي نشرتها في 20 في يوليو 11 يوليو 20 للقاعدة دي، وقالت ان دي قاعدة صواريخ اسكاد. تخيل، قالت ان دي قاعدة صواريخ اسكاد، وادي صورة يوليو 21 في اكتوبر. وادي صور 22 في يوليو، وادي ابريل 23 والقاعدة اهي. اللافت بقى ان الموقع الاسرائيلي ما قالش مكان القاعدة دي فين بالظبط، اكتفى يعني ما قالش هي شرق غرب شمال جنوب العاصمة، هو اكتفى بس بان قال على بعد 12 كيلومتر يعني جنوب شرق القاهرة، يعني عند المعادي كده. لو هي جنوب شرق القاهرة يبقى عند المعادي، قرب المعادي، لان المعادي جنوب شرق القاهرة. احنا بالبحث في الاحداثيات دي توصلنا الى موقع القاعدة، واللي بتقول انه بجوار مركز التدريب المشترك خلف الاسمرات، يعني مش عند المعادي، عند منطقة مدينة نصر شوية كده اهي. بالبحث كده حاولنا نشوف هي ايه قصة 12 كيلو جنوب شرق القاهرة دي، فلقينا انها يعني ممكن تكون قرب الاسمرات. وبالتقريب لقينا صور القاعدة دي مطابقة للصور اللي نشرها الموقع الإسرائيلي بالظبط أهي، مطابقة مش إلى حد، دي زاوية مقربة لكن دي زاوية تانية. ده مكان القاعدة بالحي العاشر مدينة نصر محافظة القاهرة. لما قارنا الصور الموقع الإسرائيلي بالموقع اللي وصلنا له لقيناها تقريبا متطابقة. صور يوليو 22 تقريبا متطابقة. وبمراجعة الخريطة دي لقينا تواجد ناقلات الصواريخ المتواجدة بالقرب من مدخل القاعدة مع سيارات الجيش بتاعت النقل التقيل. ناقلات صواريخ وتشبه في تكوينها ناقلات صواريخ سكاد. طب يا عم انتوا زعلانين ليه؟ مصر عندها صواريخ، البلد بلدنا، انت تزعل لما الجيش بتاع بلدك يبقى عنده صواريخ سكاد ولا باليستية ولا ده تسليح؟ ايه مشكلتك؟ التقارير قالت لك لا، القصة الصواريخ دي ضمن حلقة تاريخية باعت فيها مصر صواريخ اسكاد لمين؟ لكوريا الشمالية، واللي باعوها بعد كده للإيرانيين. وقالوا إن مصر، التقارير، مسؤولة عن التهديد الصاروخي الموجه من الإيرانيين للإسرائيليين. آدي التقارير اهي، هات يا عم الترجمة، هات يا عم الترجمة. مصر كانت قد باعت صواريخ سكاد، ده إسرائيل اللي بتقول، إلى كوريا الشمالية في خطوة أسست صناعة الصواريخ المزدهرة في كوريا الشمالية حتى يومنا هذا. ثم قامت كوريا الشمالية ببيع الصواريخ المصرية المتطورة لإيران، والتي أسست طهران على أساسها برنامجها الصاروخي. وقالت إسرائيل ديفنس أنه يمكن القول أن مصر بشكل غير مباشر مسؤولة عن التهديد الصاروخي الموجه ضد المدن الإسرائيلية من قبل طهران. مش احنا اللي قلنا؟ طب هم الإيرانيين مستنين يعني صواريخ سكود المصرية القديمة اللي من حقبة الستينات، ولا دي تلكيكة؟ طب ولا لو تلكيكة ايه السبب؟ ده انتم إسرائيل ومصر أكلين شربين نايمين مع السيسي في سرير واحد. الموقع أشار لنقطة بقى مهمة جدا، ان القاعدة اللي فيها الصواريخ دي قاعدة تانية من طراز، فيها صواريخ تانية من طراز اسمه نودينج تقريبا، بيصل مداها لكوريا الشمالية، وهي عبارة عن صواريخ سكاد معدلة.
بينما تظل قوة الصواريخ الباليستية المصرية سرية، تظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنه على الرغم من قصير المدى لا يزال قيد التشغيل، وأن تحليل كذا كذا ده عمرها، فإن نظام صور الأقمار الصناعية اللي في إبريل 23 يظهر ما يعد شبه مؤكد قاعدة صواريخ سكود مصرية على حافة القاهرة. ونسأل سؤال يثير قلق الأوساط العسكرية الإسرائيلية، وهو هل اشترت صواريخ نودينج من كوريا الشمالية؟ وهي الصواريخ التي من المفترض أن تصل مداها إلى 1250 كيلومتر، مشيرة إلى أن أي شخص يضع إبرة برجل في وسط القاهرة اللي هو الموقع الأساسي للصواريخ ويقوم برسم دائرة نصف قطرها 1250 كيلومتر. كمل بيت المعلومة، كمل بيت المعلومة، لأن بيت المعلومة دي لها كمالة عندهم. أكيد تصل لكوريا الشمالية 1250 كيلومتر. يعني إذا صحت معلومة الصواريخ دي، فليه وليه بقى مصر يبقى عندها صواريخ زي كده؟ ده إسرائيل اللي بتقول، مش أنا، بالعكس أنا مبسوط. إسرائيل اللي بتقول ليه وليه مصر يبقى عندها صواريخ زي كده، رغم أن السيسي فاتح الحدود على البحر ليهم، وهم الاثنين علاقة زواج في السرير، ده كما ذكر أحد الخبراء الإسرائيليين. التحالف السري إسرائيل تشن غارات جوية على مصر، في مصر وعلى ما يرام في القاهرة. ورغم كده هم مش ناسين التاريخ مع مصر، مش ناسين التاريخ كان ازاي، مش ناسين اللي عملوا المجند محمد صلاح، وعاملين حساب لمصر مش للسيسي، مش بس في مواضيع الصواريخ، كمان في موضوع الاقتصاد والغاز، لدرجة ان موقع روسيا اليوم عامل تقرير ان اسرائيل بتخطط لتدمير مصر بإفشال مشاريع الغاز في الشرق المتوسط. روسيا اليوم، كل ده مش انا حضرات الله يخليكم، روسيا اليوم بتقول اهو اسرائيل تخطط لتدمير مصر، ثقوا بالجزائر، خبراء يتحدثون للار تي عن فشل اكبر مشروعات لانقاذ اوروبا. تحدث خبراء مصريون عن تداعيات فشل خط انابيب الشرق المتوسط الذي يهدف الى ربط حقول الغاز الاسرائيلي باوروبا مرورا بقبرص واليونان عبر اسالته في مصر. وقال الخبير الاقتصادي المصري علي الادريسي في تصريحات للار تي ان كل الدول تحاول ان تعيد حساباتها بشكل يضمن لها اكبر مكاسب ممكنه، وهذا بالتاكيد محاوله لرؤيه الجدوى الاقتصاديه حيث يمر الغاز عبر مصر وبعد ذلك يذهب الى اوروبا، ولكن مع مرور الوقت يبدو ان هناك بدائل اخرى يمكن ان تكون جدواها الاقتصاديه اكبر. وبيقول لهم روحوا خليكم مع الجزائر افضل، لان الجزائر في الاخر مش هتحاول تفشل او تدمر الثروه اللي هتجيلك من الغاز. هقول مره تانية، انا مع ان مصر تملك صواريخ وتملك عتاد عسكري قوي، عشان بس ما حدش يقول اللي قلناه دلوقتي اللي بتقوله التقارير الاسرائيليه، انها مستكتره على مصر الصواريخ دي، وانها مصر تصدر صواريخ رغم العلاقات العاطفيه الملتهبه بين مصر او بين النظام المصري بتاع الجعر وبين اسرائيل. انا ما قلتش حاجه من عندي. نطلع فاصل ونكمل. مين فينا سنة 98 ينسى الفيلم الجميل تايتانيك؟ مين فينا سنة 98 ما دخلش تايتانيك وشاف الزحام على السينمات وخرج متأثر وهو عينيه حمراء وطماطم في غدوده أو في غدودها يعني، عشان القصة الملتهبة والديكورات والإضباء والملابس وليوناردو دي كابريو ولسه جديد؟ مين فينا ما شافش جمال الممثلة اللي لعبت البطولة؟ والحقيقة إنه الدنيا يعني ساعتها اتقال معقولة في قصة كده؟ دلوقتي اتقال إنها اتصممت عشان تبقى جسم بحري محصن ضد الغرق، لكن في خلال 4 ساعات فقط كانت في قاع المحيط الأطلسي. دي باختصار شديد جدا قصة سفينة الركاب الإنجليزية العملاقة تايتانيك، واللي خرجت من أيرلندا إلى أمريكا وهوب نامت في البحر، واللي كانت أكبر باخرة وقتها تقل ركاب في العالم.
وكانت أول وآخر رحلة عملتها في 10 إبريل تقريباً 1912، مش من لندن، كانت طالعة من عندهم كده يعني، طلعت من لندن لكن كانت طالعة من أيرلندا الشمالية رايحة أمريكا، وهوب غرقت في المحيط. بعد أربعة أيام اصطدمت، مش أربع ساعات أسف، أربعة أيام اصطدمت بجبل جليدي وغرقت بالكامل في خلال ساعتين واربعين دقيقة، ومات حوالي 1517 شخص كانوا على متنها، ونجي 706 شخص بس من الرقم ده. دي تايتانيك القديمة بتاعت 1912، أكبر باخرة تقل ركاب في التاريخ وقتها يعني. وخرجت يدوب أربعة أيام في البحر، كانت في المحيط، كانت غرقانة في ساعتين واربعين دقيقة. وفي سنة 97-98 اتعمل فيلم العالمي عن قصة تايتانيك بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، كانت ساعتها حاجة. الفيلم جمع بين القصة التاريخية والقصة الرومانسية على متن السفينة. لو احنا فاكرين مشاهد من تايتانيك اللي احنا واحنا بنشوفها في 98 كنا مستبعدين جدا ان ممكن تحصل دلوقتي قصة زي دي. حد فاكر المشاهد دي؟ حد فاكر المشاهد دي؟ ده مشهد الغرق، والراجل حقيقة المخرج كاميرون، ديفيد كاميرون، عمله حلو قوي 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 قوي. ده حوض مية كبير وده مجسم، وعملوا المركب دي بشكل حلو. حد ينسى الحاجات دي والعياط اللي الناس عيطته؟ طب ايه اللي فكرنا بسفينة تايتانيك النهاردة مع انه ذكرى غرقها مش النهاردة، وفات شهرين على الذكرى دي؟ اقول لك بقى القصة الجديدة. شوف يا سيدي، خمسة من اغنى اغنياء العالم، مليارديرات من ثلاث دول مختلفة، باكستان، بريطانيا، فرنسا، خمسة من اغنى رجال العالم، قرروا انهم يعملوا مغامرة وياخدوا غواصة اسمها تايتان، مش تايتانيك، تايتان، وينزلوا يشوفوا تايتانيك تحت في المحيط. خمسة من أغنى أغنياء العالم عايزين يعملوا رحلة خاصة ليهم يتفرجوا على بقايا حطام تايتانيك في المحيط. هينزلوا إزاي؟ خدوا غواصة كده اسمها تايتان، طبعا اتصرف عليها كتير، ونزلوا تحت. الخمسة دول هم دول أهم: ستوكوتن راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة بتاعت أوشن جيت التي تقود الغواصة، بول هنري، غواص ورجل أعمال فرنسي، سليمان داود ابن شهرزاد داود، عائلة داود هي عائلة أعمال باكستانية بارزة، شهرزاد داود ملياردير، هو يعني الرجل الولد وأبوه يعني، يعني ده شهرزاد يبقى أبو سليمان، وهامش هاردينج ملياردير مالك ومدير شركة اسمها أكشن جروب لخدمات الطيران. الخمسة دول قرروا مع بعض كده ياخدوا غواصة اسمها تايتان. الأخبار بتقول، طبعا ما راحوش عند واحد بتاع نحاس يعمل لهم الغواصة، الأخبار بتقول إن اللي صمم الغواصة تايتان دي وكالة ناسا، وانه تم تصنيعها بالياف كربون شديده التحمل. وتايتان غالبا جاي من المعنى بتاع التيتانوم، المعدن يعني نفسه. والتكنولوجيا اللي اتبنت بيها هي نفس التكنولوجيا اللي بتتصنع بيها مركبات الفضاء. نشوف كده الحقيقه الغواصه تايتان يا معلم، الصوره بتاعتها اهي اهي. فقدت أثناء هي دي حضرات الغواصة اللي اتعملت في ناسا عشان ينزلوا يتفرجوا على حطام المركب اللي غرقت من 1912. بص بقى معلم، هم قاعدين كده، بص كل واحد دي ده مسقط، هات ما هو انت بتجري مستعجل عمال تعرض في ريح الحالات وبتاع. المهم هي دي بقى، دي الناس اللي جوه، ده واحد قاعد اهو، وده واحد قاعد بالشكل ده، وده واحد قاعد بالشكل ده، وده واحد قاعد بالشكل ده، كل واحد فيهم
عنده بقى ايه لابتوب وقاعدين القعده دي نازلين رحله صغيره كده في اللطافه، يعني رحله خاصه دفع فيها فلوس كتير جدا. هات الصوره بقى اللي فيها تركيب الغواصه دي اللي هي لا اللي فيها الثانيه بقى دي، انا افهم دي في صوره ثانيه ليها هتفضل تعرضها لحد ما انا امسكك من ايدك. بس هي دي، ادي النافذه، وده هيكل مصنوع من الكربون والتيتانيوم، وده محرك الدفع، وده مزود بمرحاض وكاميرات واجهزه تحكم وشاشات سونار. ارتفاعها حوالي 2.5 متر، عرضها 2.80 متر، طول ده 6 متر، الوزن 10 كيلو جرام، خفيفة جدا، سرعتها 5 كيلو متر في الساعة. هي بتسع إلى لخمس أشخاص، السائق زائد 4. الاكتفاء ممكن تقعد 96 ساعة، ما يحتاجوش للعالم الخارجي. الشركة المشغلة هي أوشن جيت، اللي هي شفنا أول واحد كان منها الراجل ده. الحقيقة تايتان دي كانت مفروض إنها تطلع وتنزل في 2 ساعة، وراحت نازلة على عمق 4000 متر. هل كانت الغواصة تتحمل إنها تنزل على عمق 3800 متر، أو زي ما هنا بيقول الخبر 4000 متر، اللي هو مكان وجود حطام السفينة تايتانيك؟ لكن في مفاجأة جديدة، ظهر إنها المسكينة ما تحملش واختفت الغواصة بالخمسة مليارديرات اللي جواها. وفجأة طلعت الأخبار بتقول إنه وثائق تكشف مفاجأة بشأن الغواصة تايتان أو تيتان تتحمل الضغط على عمق 1300 متر، بس هي نازلة 4000 متر. وثائق دعوة قضائية تعود ل 18 قالت إن ديفيد المدير السابق للعلامات البحرية في شركة أوشن جيت الأمريكية المالكة الغواصة كان أثار مخاوف تتعلق بسلامتها قبل ما يطردوه من الشركة. هو شكك في سلامة الغواصة المفقودة في رده على دعاوى أقامتها ضد الشركة المالكة الغواصة، وأوضح الرجل أنه منفذ الرؤية في الطرف الأمامي من الغواصة مصمم لتحمل الضغط على عمق 1300 متر فقط، على الرغم من أن شركة أوشن جيت كانت تخطط لنقل السياح إلى أعماق تصل إلى 4000 متر. العالم كله بقاله كام يوم منشغل بالغواصة دي اللي مفقودة من كام يوم. كل وسائل الإعلام العالمية ملهاش كلام غير عن الغواصة اللي خلاص خلص الأكسجين بتاعها، خلص لأنه عد عليها كام يوم، الأكسجين اللي هي نازلة بيه يعني المفروض أنه خلص، واللي مفروض مدته 96 ساعة تقريبا يعني. وفي غواصات وفرق إنقاذ من كذا دولة بتحاول توصل لها لكن دون جدوى، حتى إنه الغواصات النووية الأمريكية ما عرفتش توصل لها لأنها مش مصممة تغوص على عمق أكتر من 800 متر. أدي الخبر أهو بيقول مع توقع نفاذ الأكسجين الأمل يكاد يتلاشى في العثور على الغواصة المفقودة. الغواصة المفقودة ده كان الترند اللي تصدر على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، وأصبح حديث السوشيال ميديا النهاردة، والكل بيتكلم عن نهاية أغنى وأبشع موتة، أغلى وأبشع موتة في العالم في التاريخ. أصحابها دفعوا ثمنها كتير جدا من جيوبهم مقدما، زي ما كتبت فيبي أو حساب باسم فيبي كتبت تقول إنه اللي في الغواصة تيتان توفوا نتيجة نفاذ الأكسجين، ولكني أعتقد أنهم ماتوا قبل كده. فكرت في الموضوع كسيناريست، الناس دي ماتت 1000 مرة من الجوع والعطش والخوف، ويمكن قتلوا بعض لأنه مع نقص الأكسجين لازم هيدخلوا في مرحلة الهلوسة. اللي حصل في الغواصة محدش يعرفه، واتدفن في المحيط خلاص. وهنا تنتهي قصة أغلى وأغبى وأبشع موتة في التاريخ، دفع أصحابها ثمنها من جيوبهم مقدماً. غرق الغواصة عمل جدل كبير على السوشيال ميديا بين النشطاء اللي كتير منهم شافوا ان اللي عملوا المليارديرات دول نوع من الشغف الزائد والفضول اللي افقدهم حياتهم، وده اللي كتبته صاحبة الحساب ده. بتقول ليه الاسرياء قرروا يروحوا
يشوفون حطام تايتانيك، هل الفضول عندهم قوي للدرجة دي؟ لهالدرجة؟ هل بلغ الملل مبلغه عندهم؟ أو فقدان الشغف تجاه كل شيء؟ أكيد لهم أهداف بالرحلة غير الفضول. ما صدق شخص يخش هالأعماق ويخاطر عشان يشوف الحطام ويرجع الغواصة المفقودة. وفي اللي شاف ان حب المغامرة والمعرفة قاتل لكنه يستحق، زي ما كتبت منا قالت اكيد في ثقب اسود بيبتلع كل شيء بيعدي هناك، انتهت حياتهم هنا، لكن الله اعلم بمصيرهم. هل ممكن ينتقلوا لكون موازي؟ هل هيموتوا؟ هل ممكن يكتشفوا سر من الاسرار الممنوعة قبل اخر نفس ليهم؟ حب المغامرة والمعرفة قاتل لكن يستحق. في منهم اللي ما كانش متعاطف خالص معاهم وشايف ان بعض الاسرياء تكون نعمتهم سبب نقمتهم، زي ما قال شوقي بيقول بعيدا عن مدعي حقوق الانسان وحقوق الشجره والطفل وخرم الابره وخرم الاذن، لم اتعاطف نهائيا مع فكره الغواصه المفقوده. يعني الله منعم عليكم بمال وصحه وعافيه، تروحوا للمجهول بايدك؟ فعلا بعض الأسرياء تكون نعمتهم سبب نقبتهم. ورغم كل التطور الهائل والتكنولوجيا الجبارة عند الدول المتقدمة، لكنهم فشلوا في إيجاد الغواصة، زي ما كتب صاحب الحساب ده: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا اليوم الذي وصل فيه العلم والتطور التكنولوجي إلى ما وصل، ها هي أكثر الدول تقدما تعجز عن إيجاد هذه الغواصة في نطاق محدد من البحر. الغريب أن النشطاء كتير عرضوا الحقيقة بشهد من المسلسل الكرتوني الشهير سامسون، وهي بتحاكي قصة الغواصة اللي هي غرقت النهاردة دي. المسلسل ده الحقيقة يعني تنبأ بحاجات كتير جدا جدا جدا. أما الإعلامية آنيا الأفندي فشافت الموضوع من زاوية تانية خالص، وكتبت عن المفارقة في الاهتمام العالمي بغرق تايتانيك وتايتان لأصحابها الأسرياء، بينما تايتانيك الفقراء بتغرق كل يوم ولا بواكي ليهم. كتبت آنيا الأفندي بتقول: غرقت تايتانيك الأغنياء قبل 100 عام، فخلدتها أفلام السينما، وزرف الكثيرون الدموع على جاك وروز، والبارحة اختفت غواصة تيتان على متنها أثرياء أثناء رحلتها لمشاهدة حطام تايتانيك، فتسابقت فرق الإنقاذ للعثور عليها. أما تايتانيك الفقراء فيتغرق كل يوم وأصحابها مجرد رقم لا بواكي لهم، تصبحون على عالم أكثر رحمة وإنسانية. الكوكب نسي للأسف الآلاف اللي بتغرق على متن مراكب الموت، زي ما كتبت الصحفية سحر غدار. كتبت تقول: انشغل الكوكب وطاقاته ودول وإمكاناتها بهالغواصة واللي غرقوا فيها، بس لأن أصحاب مليارات ونسي هالكوكب الألوف اللي بتغرق على متن مراكب الموت لتهرب من جحيم لجحيم من نوع تاني. هالدنيا قاسية بشكل مخيف. وكتير شافوا انه الالاف البشر اللي بيغرقوا في البحر طمعا في الحياة الكريمة اولى بالتعاطف والحزن، زي ما كتب الكويتي فهد كتب، قال: عالم غريب، الناس حزينة ومتعاطفة على مغامرين مترفين دفعوا مبالغ هائلة لمشاهدة حطام واختفوا بالبحر في الوقت اللي فيه الالاف من البشر يغرقون بالبحر يوميا هربا من الجحيم وطمعا بالحياة الكريمة واللجوء. الملكة رانيا ملكة الأردن دخلت هي كمان على الخط وانتقدت الازدواجية في التعامل مع الكوارث بين الأغنياء والفقراء، وكتبت على حسابها على الانستجرام الكلام ده: مآسي متشابهة واستجابة دولية متباينة، يعني مختلفة، كل حياة تستحق الإنقاذ، ملكة دي بتختصر الحقيقة. وفي اللي وقفوا على الحياد وطلبوا الناس بوقف المقارنات بين الفقر والغنى في هذه اللحظات العصيبة، زي ما كتبت الإعلامية ريمان عيسى اللي كتبت وقالت: في لحظات الخوف والرعب والحسم تكون المفارقة أو المقارنة بين الفقير والغنياء باطلة
وغير إنسانيا، ابتعدوا عن المقارنات والتشفي. هناك أناس أو أنفاس تحاول النجاة الغواصة المفقودة. لكن في حاجة أهم، أنه خبر ما أعرفش هو سعيد أو حزين، أنهم لقوا الغواصة. آخر حاجة عاجل، تم العثور على الغواصة التانية اللي نزلت، يعني زي ما الخبر ده بيقول أهو، خبر بيقول من البي بي سي، تايتان خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على حطام الغواصة المفقودة ويعزي عائلات الضحايا. وفي التفاصيل، أفاد خفر السواحل الأمريكي أنه تم العثور على حطام الغواصة المفقودة تايتان وفقدان الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها. وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قدم خفر السواحل الأمريكي تعازيه لعائلات من كانوا على متنها. وقالت شركة أوشن جيت أنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تايتان المفقودة منذ يوم الأحد فقد ماتوا. جاء ذلك بعد العثور على حطام قرب موقع السفينة تايتانيك التي كانت الغواصة المفقودة تستهدف زيارته. وأضاف أوشن جيت: قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة ومواساتنا لكل أفراد عائلتهم. بس أنا مش فاهم الخبر، يعني أنتوا لقيتوا الغواصة والخمسة، ولا لأنه أنتوا بتقولوا قلوبنا مع هؤلاء المفقودين، وفي الخبر انهم لقوا الغواصة؟ فمعنى لو انت هتفسر الكلام ده معناه، لا ما هو ما فيش، ما قالوش ان معناه انهم لقوا الغواصة بس ما لقوش الناس. يعني مفترض ان دي غواصة معمولة بشكل قوي ومؤكد ان الناس مش هتحاول تطلع منها تكسرها، يعني او مش هتعرف تكسرها من الداخل، ما اعرفش. لكن الخبر ده يقول انهم لقوا اجزاء من جسمها لكنهم لم يجدوا الخمسة. الخبر ده ترجمته كده، معلش يا علي عشان بس نطلعه تاني اهو. افاد انه تم الحصول على حطام، يعني اجزاء منها، الغواصة المفقودة تايتان. وبعدين في الاخر خالص انها بتقول قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة، وده معناه انهم لقوا اجزاء منها فقط. فيا ترى الناس اللي جوه، يا ترى حاولوا يفتحوا او يكسروها عشان يطلعوا؟ يا ترى الضغط المية عمل انفجار في الداخل فانفجرت مع الاكسجين اللي جوه، يعني الاكسجين اللي جوه الغواصة نفسها مع ضغط المية حدث انفجار فالناس دي تلاشت في المحيط؟ الله اعلم. لكن على كل حال الواقع بيقول انه اخيرا لقوا حطام الغواصة. شيء غريب انك تدفع فلوس كتيرة جدا عشان تنزل على موعد مع الموت، عشان تتفرج على سفينة مات عليها آلاف مؤلفة، حوالي اكتر من 1000 شخص ماتوا من اكتر من 100 سنة، من 1912، يعني من 120 سنة تقريبا. فانت نازل بعد 120 سنة بغواصة برضو تتفرج على الحطام ده وتدفع تقريبا اكتر من كم؟ 250,000 دولار كل واحد. يعني كل واحد دفع 250,000 دولار عشان يقابل ملك الموت. نطلع فاصل ونلتقي بالدكتور جمال عبد الستار. معلش قبل ما نبدا الحلقه، قبل ما نبدا الفقره، بس بعتذر من الدكتور جمال، في مهندس ميكانيكا بعت لي على الغواصه دي ملحوظة غريبة. لو تقرب شوية، قرب شوية، قرب سنة سنة كمان، بيقول لي معلومة غريبة جدا، معلومة مرعبة. بيقول لي هو على مسؤوليته، هو على حكاية الغواصة والجثث فين. المهندس بيقول لي 4000 متر عمق، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان كل سنتي مربع من جسم الغواصة شايل 400 كيلو جرام. كل سنتيمتر مربع تحت بقى في الأربعة آلاف متر تحت، كل سنتيمتر كل سنتيمتر مربع من جسم الغواصة شايل 400 كيلو جرام. طيب ولو دخل الضغط ده جوه الغواصة، لو الضغط ده بتاع 4000 متر دخل جوه الغواصة
يتحول الجسم البشري الى لحمه مفرومه. والله مهندس ميكانيكا بعت لي كده، ان تحت عند ال 4000 متر في العمق ده الضغط ده اللي هو كل سنتيمتر مربع شايل 400 كيلو جرام، لو دخل الضغط جوه الغواصه لحم البشري يتحول الى لحمه مفرومه. وبيقول لي عشان تتخيل اقرب لك الصوره، يعني لو خرطوم مطافي بيطلع ميه مداها 4000 متر، لو انت ماسك خرطوم ميه كده المدى بتاعه 4000 متر وقفت قدامه هيحصل ايه؟ تخيل هيعمل فيك ايه؟ لو ماسك خرطوم ميه كده، الخرطوم مطافي الكبير ده المدى بتاعه 4000 متر، لو وقفت قدامه على طول هيحصل في جسمك ايه؟ ده معناه حسب المهندس المحترم اللي هو ميكانيكا قوة، هو تخصصه كده، ان اللحمة بتاع الناس دي بقت لحمة مفرومة. هو اللي بيقول مش انا، على عهدته. تخيل واحد يعمل في نفسه العملة دي، الله اعلى واعلم. على اي حال وصلنا لاخر فقرة في حلقة الليلة، واخر فقرة في الحلقات دي قبل الأجازة، لأن احنا هناخد أجازة أسبوعين، 15 يوم، 15 يوم نريح السيسي مننا. الحقيقة كل عام وحضراتكم بخير والدنيا كلها بخير. العيد الأضحى وموسم الحج، يعني كل عام والناس كلها بخير. اليومين دول عيد الأضحى المبارك خلاص تحدد، والحج هو واحد من العبادات، هي يعني فرضت علينا من أيام سيدنا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج ومعروف وقتها ومكانها وحتى تقصها. والحقيقة أن عبادة هذه العبادة الحج تجربة دينية فريدة بتحمل العديد من الدروس اللي حابين نناقشها مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار. وإن كنا يعني أغلب الناس عارفة تفاصيل هذه العبادة اللي مفروضة على المسلمين في بقاع الأرض، من استطاع إليه سبيلا. فالحقيقة إحنا عملنا حاجة كده عشان الأجازة، قلنا أجازة بقى نعيد عليكم، حابين أنتوا تشاركوا معنا في النقاش مع الدكتور جمال، فحطينا على مواقع التواصل الاجتماعي انه انتوا توجهوا اسئله خاصه بالحج للاستاذ الدكتور جمال عبد الستار. دكتور جمال ارحب بحضرتك وكل سنه. على فكره قبل ما ارحب بيك، انت قلت لي كل سنه وانت طيب وتم تحليل الحج، رديت لك التحيه مش في الرساله، رديتها لك على الهوا، عشان بس ايه انا نسيت اكتب الرد، عشان ما تقولش ده انا بعت له وفتح وما ردش، ما بحبش الحكايه دي، لكن انا رديت عليك على الهوا والله يا دكتور جمال. اهلا بيك. كل اولا كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه المشاهدين طيبين، وكل سنه والعالم كله طيب، المسلم وغير المسلمين، وان شاء الله تعالى نتطلع في حسن الظن بالله تعالى ان الامه تكون في حاله افضل، والعالم يكون في حاله افضل، والبشريه تكون في حاله افضل، ودايما نبقى عندنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ده اولا. ثانيا يعني التهاني بيني وبين حضرتك والاحباب كلهم، مش باللازم تكون كتابة ومش باللازم تكون واتسي. لا لا، أصل أنا بقول لأن أنت بعت لي رسالة يا دكتور بشكل شخصي، وأنا طيب فتحتها وقلتها على الهوا، وبعدين نسيت أرد عليك لأن رديت على الهوا، قلت الدكتور جمال بعت لي رسالة كذا، وبعدين فتحت ونسيت أرد عليك، فهي يعني قلة ذوق وجليطة اللي أنا بتمتع بها أحيانا يعني. كل طيب حبيبي، بعتذر لحضرتك. طيب يا دكتور، إحنا هيبقى معانا أسئلة من الجمهور وأسئلة من الناس، لكن أنا بس للأمانة في حد كان بعت لي سؤال أحب أسأله قبل ما أنسى. بس يعني ممكن في الحلقة تسأل دكتور جمال عبد الستار سؤال مهم. طبعا معروف بعد صلاة الفجر تقعد في مصلاك وتذكر الله حتى الشروق وتصلي ركعتين يتحسب لك حجة تامة تامة، فهل ينفع نوهبها لأمي وأبي رحمهم الله؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا بشكر أستاذ محمد على المفاجأة الجميلة هي أن لقاءنا النهاردة يكون مع الجمهور مباشرة، وهذا يسعدني جدا. ثانيا الإشراق، الإشراق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني وعد من يصلي الفجر ويجلس في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كنت ولو أجل حجة وعمرة تامة تامة، له أن يفعل ذلك، لكن احنا بنأكد أن دي ليست حجة الإسلام ولا تسقط الفريضة. والأولى من كل ذلك أن يدعو لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، فهذا وقت إجابة الدعاء، فالأولى بإذن الله تعالى أن يدعو له. ولكن أن يهب الإنسان أجر شيء من عباداته لوالديه فهذا مشروع ولا حرج فيه بإذن تعالى، وربنا يتقبل منهم. معرفش كده تمام الإجابة كده تمام للي بيسأل. في حد تاني بيسأل دكتور، بيقول سؤالي للشيخ، عندي فوبيا من الطائرة أو حتى السفينة والسلالم الكهربائية والمصاعد لا أركبها، أما السيارة فمستحيل الذهاب بها لطول المسافة، فكيف لي أن أعتمر أو أحج؟ أولا أعتقد يا أستاذ محمد وتشاركني بقى رأيي في الموضوع ده، إن دي حالة نفسية أكثر من أي شيء آخر يعني، ودي تحتاج إلى معالجة. إذا كانت في فرصة للمعالجة عن طريق طبيب نفسي أو حد متخصص أو تقريب، فيجب أن الواحد يمر بهذه الحالة ويأخذ من أسباب حتى يستطيع أن يؤدي فريضة الحج. فإن لم يستطع من ناحية طبية فإنه هنا ليس مستطيعا، لأن الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والعلماء قالوا الاستطاع الزاد والراحلة. فإذا لم يكن هناك من الناحية الصحية استطاع أن يستقل الوسائل التي توصله إلى مكة، فبالتالي هو غير مستطيع أصلا، وبالتالي لا يجب عليه الحج والعمرة ولا غيرها إذا أقر الأطباء أن هذا المرض صعب من الصعب معالجته. هذا الله أعلم. طب أنا عندي، طالما هو حد سأل على الحاجات اللي فيها فوبيا دي، أنا عندي مش فوبيا بس يعني بتخنق لما يكون في الدنيا زحمة، يعني أنا أي مكان زحمة بيعمل لي يعني شوشرة في دماغي وممكن أفقد أعصابي فيه، هل ده برضو يعني عايز علاج ولا ده عايز الواحد يحج لوحده في وقت تاني يعني؟ يعني لا. أولا نقدر نقول إن كل ربنا سبحانه وتعالى خلق كل نفس وكل شخصية لها طباع، ربنا ما عملش نسخة وراح مصورها يعني صور، ولكن كل واحد فيه نسخة أصيلة لله، فيه آية سبحانه وتعالى من دلائل الإعجاز إن كل واحد فينا غير التاني تماما. ففكرة إن في نفس أو إنسان بيجيله فوبيا من الزحمة موجود بالفعل ولها بعض المعالجات، لكن خلينا أقول لحضرتك في الحج والعمرة ودي من تجربة حاجات كتير أو بتختلف، والزحمة ليست ككل زحمة والتزاحم ليس ككل تزاحم، بل في نسبة تراحم، لأن الحج يعني الطواف والسعي والمناسك اللي بيستشعرها وحساب إيمانه بيجد فيها أصلا إيجابية كتير جدا جدا بتتلاشى عندها، وأحيانا بتختفي الحاجات لأن برضو الزحمة الأسواق والشوارع والنزاع والحاجات دي بالفعل بعض النفوس بتتأثر بيها سلبا، لكن الحرم أو الطواف أو السعي هي حالة ذكر جماعي حتى وإن ما كانش بيجمعوا بعض، لكن في حالة ذكر حالة تماهي مع التسبيح والتهليل فتستشعر فيها روح إيمان وروح بركة وروح توفيق، الأثر مختلف ممكن يكون على عكس من ذلك تماما إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله لما ربنا يفتح الأبواب نروح ونجد الأمور أحسن بإذن الله تعالى سبحانه. طب دكتور خلينا نتكلم إيمانيا بقى، يعني أنا بسأل بشكل شخصي إيمانيا، يعني خلينا إيه وننطلق بخيالنا، يعني هل الحج يعني زي يعني إحنا عندنا في السينما جملة كده بتتقال الدور بينادي صاحبه، الدور اللي هو الدور اللي هيتمثل يعني بينادي صاحبه، قياسا على الجملة دي هل الحج بينادي صاحبه؟ يعني إيه؟ هل لو أنا ما جانيش رغبة أن أحج ما تتكتب ليش؟ هل لو أنا بتمنى أن أحج وربنا ييسر لي كل حاجة ويحصل، هل دي لها علاقة بالرغبة بالهوى بالنفس؟ أنت دخلت في حتة جميلة قوي ربنا يكرمك، يعني في أسئلة نوعية كده. السؤال النوع ده بوصلنا لنقطة مهمة جدا، أن حركة حياة الإنسان مع ربنا سبحانه وتعالى واختبار الإنسان أيضا أو اختيار نفسه في مساحة اسمها مساحة الإرادة، فبقدر ما يريد يفتح الله تعالى له، فالذي يريد الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى،
يريد الضلال يضل ربنا سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن يريد الضلال في نفسه يضل، ومن يريد الهداية يهدى. وبالتالي اللي عنده شوق أو عنده محبة لهذا الأمر ربنا بيفتح ليه سبحانه وتعالى. كونك تختار هذا وتريد هذا بأنت عملت اللي عليك، إنك أنت خدت قرار في الجزء المتاح ليك ومتاح وجزء الاختيار وهو الإرادة. فإن أردت في داخلك الخير فتح الله لك أبواب الخير، وإن أردت في نفسك الشر فتحت لك أبواب الشر. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وبالتالي ربنا يقول من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن في مساحة الإرادة دي اللي إحنا بنتحاسب أصلا على مساحة الإرادة دي. في ناس بتاخد الأجر كاملا وما راحتش مكة ولا حاجة لأنها تريد الحج ولا تستطيع في معوق سياسي معوق اقتصادي، لكن أراد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثلا في الحديث الصحيح من سأل الله الشهادة بصدق، صادق بيدعي ربنا أنه صادق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، يقول تعالى حتى في الفتح والنصر محمد يقول لك فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ده هو المفتاح كله، مفتاح التوفيق والسداد والرشاد والتيسير حتى والتعسير. فعلم ما في قلوبهم، فالإرادة دي هي مفتاح الخير كله. وبالتالي المفترض أن الواحد فينا يشتغل على إرادته، لأن بقدر ما صلحت الإرادة بقدر ما صلح الحال كله. ده أنا أقول لحضرتك حاجة، ده حتى في الإرادة ده إن ربنا علمنا أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. أحيانا يبقى طالع هيمشي رايح عنده برنامج زي محمد كده ومستعجل مثلا، وبقول ده واضح النهاردة الطريق هيبقى زحمة جدا وشكلها هيبقى تروح متأخرين في الغالب العام، هيبقى زحمة وهيروح متأخر في الغالب العام. إن عنده استبشار وحسن ظن إن تعالى إن شاء الله تتيسر ونصل في معادنا وتطلع الحلقة جيدة أو الفقرة جيدة، ربنا بيبارك هنا أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. لذلك مساحة الإرادة دي أعظم مساحة على الإطلاق. وأشكرك على هذا السؤال سمحة. أنا اللي بشكرك جدا يا دكتور. طيب نرجع تاني لإجابتك عن سؤالي أنا الشخصي بتاع إن أنا عندي مشكلة مع الزحام. حضرتك جاوبت دلوقتي وقلت إنه المشاهد الإيمانية والناس في حالة ذكر. إثبت عند الإجابة دي بقى، لأن في سؤال يخص القصة دي. في حد بيسأل بيقول شفت مناظر لحجاج بيضحوا من أجل بطنهم وخناقات على الأكل ومشاجرات مع الناس بمعنى مع حجاج آخرين، كيف لهؤلاء أن يظنوا أنهم يؤدون مهمة الحج؟ شيء غريب. صحيح، استكمالا للحديث ده هو ده بيكمل حديث كنا بدأناه. فين بقى الإيمانيات اللي انت اتكلمت عنها يا دكتور؟ جميل فين؟ جميل، ده بيكمل الحديث بدأناه مع بعض في الحلقة السابقة أو في الفقرة السابقة، وواحنا بنقول إن جزء كبير من أهل الدعوة وأهل التربية اشتغلوا مع الناس على الأداء الظاهري للعبادة. فبمجرد إنه راح يبقى حج إنه طاف، يبقى حج إنه سعى، إنه حج إنه توضى وصلى يبقى صلى. في حاجة اسمها مقاصد العبادات للأسف الشديد إحنا ما بيشتغلش عليها لا في الدعوة ولا في التربية ولا في شيء. ولذلك الناس عندهم للأسف الشديد، عندنا ناس كتير بتصلي وناس بتصوم وناس بتحج، 3 مليون واحد بيحجوا. الثلاثة مليون دول لو تحققوا بمفهوم الحج ومقاصد الحج والله العالم الإسلامي كله يتغير. إحنا عندنا فعلا مشكلة، ولذلك في ناس يا أستاذ محمد راحت تحج الحج ده أصلا وهو واكل ميراث إخواته أو هو واكل أموال ناس أو رايح بفلوس مزورة بتاع بورق مش ليه أو بوظيفة واخدها بأي طريقة غش أو تدليس أو مجموعة محسوبية بياخدوهم في وزارة من وزارات أو هيئات، وحضرتك عارف إن النماذج دي. أو بعض الناس إعلاميين مأجورين بيشتغلوا في الحرام طوال السنة، ومن ضمن الحرام ده إنه بياخد تأشيرات للحج والاستراحة. وأنا لو بشتغل يا دكتور في وزارة الأوقاف أو بشتغل أو الرئيس رايح مثلا رحلة للسعودية وعملت عمرة والحاجات دي، ده عادي يعني؟ يعني ده عندك مشكلة مع دكتور؟
أنا عندي مشكلة إن الأموال دي لازم تكون أموال حلال، فدي أموال حلال ولا مش لا حلال؟ يجوز لي ذلك ولا لا؟ الدكتور موسى رحمه الله تعالى لما راح عمره وزوجته دفع ثمن عمره وزوجته من ماله الخاص ولم يكلف الدولة أي شيء، فبالتالي ده أمر تعبدي مش من حق حتى رئيس الدولة إنه يروح بفلوس الدولة ليه؟ في فرق بين لأنه أمين عليه مش ملك خاص ليه يعمل هو عايزه، ده أمين عليه ما ينفعش ياخد إلا راتبه ولا يتحرك فيه إلا بإرادة الأمة، ما هوش مش مجرد. وبالتالي حتى توزيع الأموال دي لما ليه وزارة الإعلام فقط؟ ليه وزارة الأوقاف فقط؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ هذه أموال أصلا مش ملك الوزير ولا ملك الرئيس، هؤلاء أمناء عليها، ولذلك ضيعت حقوق الناس للأسف الشديد يا أستاذ محمد تحت أسماء مسميات كتيرة. إحنا عندي شرائح كتيرة بتروح الحج كل سنة وبعضهم زي ما حضرتك بتقول كده هو رايح يتصور ولا رايح ياخد البدل الحج ده، وانا عارف الكلام ده كويس، بتسالني وزاره الاوقاف الحج ده يعني احد مصادر الدخل لجزء كبير من الناس اللي راح يحجوا، مش هو بس اللي راح يحج على انفقه الدوله تاشيره وسفر، ده هو بياخد بدل كل يوم وكانه في عمل، فالموضوع في نصبايه كبيره قوي. الاشكال دي اللي بتروح بالطريقه دي والناس اللي بتغش وتزور والناس اللي بتكذب والناس راحت حرام والحاجات دي كلها، بيروح هناك الحج مش في دماغه مناسك ولا مقاصد ولا شيء، بالاضافه لعامه الناس ايضا برضه للاسف الشديد لما بيروح الحج ما هواش عنده فقه الحج، هو اهم حاجه يطوف يخلص الطواف، لذلك ما فيش مانع يخبط ده ويضايق ده، وهو مش عارف ان اصلا الحج كله اختباره في الاخلاق مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، فلذلك لابد ان احنا نملك حتى الناس اللي ربت للاسف الشديد وعلمت الناس المناسك الظاهريه، لكن مفهوم المقصد ان اللي بيحج جنبك ده اعظم من الكعبه نفسها، ان الانسان ده اعظم موجود، انك لازم أن ترفق بالناس وترفق بنفسك، انك تتواضع لله سبحانه وتعالى. طبعا حضرتك قبل ما تقول يعني على طول في الاخوه في النهايه هتجد ان في تنافس الان بدا يظهر جدا، ان بعض الناس حج سوبر جدا، يعني انا شفت بعض الخيام في عرفه اللي هي كم ساعه الناس عملت فيها مراجيح وفيها العاب وفيها مش عارف بلاي ستيشن، فالناس بتصنع ملهيات ومشغلات وفيها بقى اصبحت حتى في وان كان ربنا سبحانه وتعالى شرع باسقاط كل ما يخالف التمايز، انت نفسك بيميزني عنك انا غني وانت فقير او العكس يقلع كله يبقى زي بعضه، طب انت بتحط عطر غالي ممنوع، انت بتلبس احذيه غالي ممنوع، انت حاجه العمامه دي بتميز ده خليجي ولا ده عربي ولا ايه ممنوع، فكل وسائل التمايز منعها الاسلام، لكن الانسان لما يعني اختلفت وجهته اصبح هو نفسه بيصنع التمايز، فعندي مخيمات فايف ستار وعندي ناس بايته في الشارع وعندي ناس ما لهاش مكان، وللاسف الشديد في عبث كتير جدا في مفاهيم العبادات، علشان كده العباده ما بتطلعش المنتج المفترض تطلعه، لان الحج بيطلع ارقى منتج انساني على وجه الارض، لكن لابد ان يكون في منطلقه الصحيح من منطلقه ثم بالادوات والطريقه اللي راح بيها، وده ما بيحصلش الا مع حالات نادره للاسف الشديد. أنا بس كنت بدور دلوقتي على صورة للشاليهات الجديدة اللي معمولة على جبل الرحمة، ولو علي دور دلوقتي هيلاقيها، أنا كانت عندي شاليهات معمولة كده فوق تبص منها عقبال أمالتك كده على جبل الرحمة وتشوف بقية الحجيج كده وانت ايه، وشاليهات معمولة حلوة قوي، مواطن سعودي ماشي بين الشاليهات، وبعدين المنظر بقى اللي انت هتشوفه لما تبقى واقف في الشاليه بتاعك حاجة كده، ما فيش منها بعد كده الصفا والمروه بالتلفريك بقى والناس تتنزل، ليه يعني لا؟ ليه لا؟ بفلوسنا يا دكتور بفلوسنا يا فقراء، سوري يا دكتور، حد بيقول بمناسبه الفقراء نفقات الحج مرتفعه وغاليه جدا وهي رحله عباده وفريضه وليست سياحه، مصر تفرض رسوم تثقل كاهن من يريد الحج، فما حكم الشرع في هذه الزياده؟ أولا للأسف الشديد هناك يعني متاجرة في هؤلاء الذين يذهبون الحج، الأموال التي تفرض عليهم سواء كان من مصر أو من مملكة ما شرعها الله سبحانه وتعالى، هذه المغالاة الشديدة في أسعار التذاكر وفي أسعار الإقامة وفي أسعار المخيمات، لماذا كل هذا
كل هذه الأموال الطائلة تضييق فريضة الحج على خلق الله سبحانه، الحج بخلق الله عن أداء فريضة الحج، هذه جريمة كبرى، جريمة شرعية. وبالتالي أستطيع أن أقول إن أكثر هذه القوانين المنصوبة سواء كانت في المملكة أو في مصر هي ليست موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. هذه أرض الله، وهذا نداء الله تعالى، وهذا بيت الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يمنع الخلق عنه. وهذا التضييق على الناس جريمة شرعية كبرى، سواء من أي نظام أو أي هيئة سياسية أو هيئة سياحية أو مؤسسة بتتاجر في خلق الله وتضيق على الناس إقامة فريضة الحج، هذه مشكلة كبيرة جدا. أنا أفهم مثلا إن اللي حج الفريضة المرة دي يوسع لغيره ماشي، لكن الأرقام الخرافية التي الآن موجودة أصبحت كارثة، بتعطل خلق الله وتعطل فريضة من فرائض الله تعالى، وهذه جريمة شرعية من فعلها يستحق يعاقب أمام الله تعالى عن كل الذين منعهم عن أداء الفريضة، وهو لا يدري من هم، سيأتون يوم القيامة يطالبون بحقوقهم. طيب دكتور، حضرتك شايف الشاشة دلوقتي؟ يعني مش تقريبا، لا كنت عايز أوريك الشاليهات بتاع جبل الرح، نشوف كده مع بعض كمشاهدين عقبال أملتكم الشاليهات دي للحجاج. العب كده علي. لا لا لا، أنا فاكر جايب فيديو عمال تقول لي إحنا مش عارفين. لا 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 لا، ده هي دي الشاليهات يا جماعة، دي الشاليهات، الشاليهات دي بينزل فيها الحجاج، والفيديو جايبها من جوه، وجايب كمان أنت علي فين يا علي، ده عمال تقول لي فتحت صدرك وتقول لي إحنا جامدين. لا ده فيديو. ويا دكتور من الشاليهات شايف دلوقتي يا استاذ محمد؟ نعم انا شايف دلوقتي. طب بس انت شايف، لكن علي مش شايف، يعني علي جايب صوره، طلع جايب صوره، دي فيديو يا علي لشخص سعودي راكب عربيه وماشي بيدخلنا الشاليهات دي، وبيورينا ازاي الشاليهات شايفه جبل الرحمه. ما اعرفش هو ده الفيديو ولا ده، انت شفتها دكتور؟ شفت الفيديو؟ نعم شفتها. اديني تعليقك، عشان ايه، انا اصلا زمان دار بيني وبين واحد متدين حوار من 20 سنة، قلت له ماذا تعني ان انا ابقى قاعد فوق الكعبة في اوتيل 45 نجمة وقاعد اسبح ربنا في الاوتيل كده وعمال اتفرج على الحجاج تحت؟ قلت له يا جماعة انتوا الحقيقة قزمتوا الكعبة. ابني بس ابني ورا جدا، يعني ابني ورا خالص بكيلومترات، انما فوق الكعبه واطلاله على الكعبه وتباعد انت والمدام كده بعد ما اديت العبادات، تبص كده على الكعبه من فوق تلاقيها صغيره كده قد كده قد كده. انا شايف ان ده وحش، ما اعرفش يعني، دي وجهه نظري. ما هو رايك يا دكتور في الشاليهات اللي شفتها؟ المتاجره بالمشاعر، تحويل الشعائر الاسلاميه الى مناطق سياحيه، إشغال الناس عن ذكر الله تعالى وعن طاعة الله تعالى بملهيات ومشغلات، صناعة الطبقات حتى في يعني أقدس بقاع الأرض الله تعالى يقبل من الناس الحج بقدر ما دخلوا في هذه المناسك من عبودية وتواضع وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الخضوع والخشوع والابتهال لله تعالى. إذا كان هو الإنسان مأمور في هذا أن حتى شعره لا يعني يظل كما هو، لا يصلح شعره، لا يسقط منه، لا يعطره، لا يلبس، احنا كل أنواع التقشف مأمور بها، ومحرم عليه كل أنواع التنزه التي تبين له مكان على الآخر. لكن هذا وكأن واحد قاعد يعني يرتب ضد مقاصد الحج ويقوم ببناء صورة نمطية للحج. الحج زهادة، الحج تقشف، الحج تواضع، الحج تعبد، الإنسان بيأكل وعايزه قبل كده، لكن هنا خلع كل حاجة وجاء الله عبدا بلباس الإحرام اللي بيدل على اللباس اللي هي القبيل الله سبحانه وتعالى، بيذكروا بالكفن اللي هيبقى فيه، وهيروح الله سبحانه وتعالى لا جيوب ولا أموال ولا مسمى ولا أسماء ولا عطور ولا شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده. فربنا سبحانه وتعالى شرع شرائع واستقبل الناس بصورة معينة في عرفة، هذا نوع من العبث الشديد في تحقيق مقاصد الشريعة للأسف الشديد، وبيدفع عن الناس
قداسة الحج وقداسة المكان وقداسة الزمان. والأسف الشديد تسويق مثل هذه الحالات يضر بفكرة إسلامية، بالمساواة الإسلامية، بالأخوة الإسلامية، بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. حضرتك بشوف الناس جاية فقراء من كل مكان وهم في صدق شديد يبتهلون الله سبحانه وتعالى على جبل الرحمة وعلى غيره، يكون الله سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا. لكن اللي هيقعد في حمام السباحة ولا يقعد على المرجحة زي ما شفت كده، ولا وبعض المخيمات فيها شيشة على في عرفة، يعني احنا بنتكلم في عملية اللامنطق، ودي جريمة بتمارس في الحج للأسف الشديد على شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. ده الحج كله دروس في الزهادة، دروس في الاستجابة لله سبحانه وتعالى، دروس في الاعتماد على الله تعالى، دروس في الأخوة والمساواة، دروس في وحدة المسلمين، مش في تفريق المسلمين، جماعة قاعدين في شاليهات وجماعة واقفين في الشارع في الشمس. كل لمقاصد الحج وكأنها تحارب. ولذلك واجب علينا في مثل هذه اللقاءات ان احنا نذكر الناس بمفاهيم الحج. مفاهيم الحج مش الطواف يا اخواننا والسعي والوقوف، لا، لماذا الطواف نفسه؟ لماذا السعي نفسه؟ الاستجابة لأمر الله تعالى، العبودية لله تعالى، الزهادة في الدنيا، المساواة بين المسلمين جميعا، الأبيض والأسود والغني والفقير، الدخول إلى الله تعالى من باب الافتقار وليس من باب الاستغناء والتعالي، من باب التواضع وليس من باب الكبر، من باب التحاب وليس من باب التفاخر. إذن كل هذه الصور للأسف الشديد نراها إنما هي تدل على الرداء الموجودة بصفة عامة، الرداء التعبدية والرداء الشعائرية والرداء السياسية والرداء الاجتماعية التي تحيا فيها الأمة. ولكن أقول الحج يذكرنا بأننا أمة، وأننا أمة ستعود بإذن الله تعالى ما دامت الكعبة موجودة. الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما يجمع الناس، يوحد الناس، يجمع شتات خلق الله، تلتف عليه القلوب والأفئدة. ولذلك سيدنا إبراهيم دعا لما قال سبحانه وتعالى وهو يدعو حينما ترك الكعبة من ذريتي بوادي غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة، مش ناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي، القلوب تهوي إلى هذا المكان. ونحن نأمل بإذن الله تعالى أن تصحح تلك المفاهيم، وأن نرجع مرة أخرى فنقول إن العبادات ليست شكليات يا إخواني وأخواتي، العبادات مقاصد، وأعظم مقصد هو التخلق مع الناس بأخلاق الإسلام، التخلق مع المسلمين ومع الإنسان ومع الحيوان ومع المسلم وغير المسلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله تعالى لم يصفه بالعبادة ولكن وصفه بمنتج العبادة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وإحنا لازم نتعلم من المناسك دي الأخوة، نتعلم المساواة، نتعلم التراحم، نتعلم التواضع، نتعلم العبودية. أهم حاجة العبودية، ربنا قال كده طوف هنا نطوف هنا، اسعى هنا نسعى هنا، ارمي الحجر ده بيت في منى لغاية التوقيت الفلاني، بيت في عرفة، كلها صحراء لا فرق. ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دي عرفة لا أحكام ودي لها منها لا أحكام، نتعلم إن إحنا عبيد لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى كما علمنا إبراهيم في نفس هذا المكان لما أمر بذبح ولده، لم يقل لماذا يا ربي ولا كيف يا ربي، ولكن استجاب لأمر الله تعالى فرزقه الله تعالى فداء وهو بكبشين أملحين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الأخير يا دكتور، لأن الوقت للأسف خلص، إذا يعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اقتلوا أنفسكم، ما دلالة ربط التضحية بقتل النفس من أجل التوبة؟ جزاك الله خيرا. هذا المعنى له أكثر من دلالة، من دلالتها أن التوبة كانت في عهد موسى لأن يقتل الإنسان نفسه قتلا حقيقيا فيموت. ومنها ما قاله العلماء أن قتل النفس هنا هو تربية النفس وتزكيتها والإغلاق على شهواتها ومنعها منها حتى تستقر وتستمر وتطاع وتطيع أو تطيع أمر الله سبحانه وتعالى وتستجيب لأمر تعالى، فلا يكون لها سلطان على النفس ولا يكون لها سلطان على صاحبها فتذهب به إلى المهلكات فيتحكم
تتحكم فيها ولا تتحكم فيه فيديرها ولا تديره فيكون هو القابض لها وليس هي القابضة له. هي هذه إماتة النفس اللي احنا عندنا في القرآن بنسميها التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية معناها إماتة النفس، ألا يكون للنفس عليك سلطان. فإذا أمسك الإنسان بسلطان نفسه حتى تموت نفسه، ولذلك احنا نتعلم في الصيام إماتة النفس، مش إماتة بمعنى ذبحها، إماتة بمعنى تثبيتها. ده أحد مفاهيم الآية. فالإماتة هنا أن يقلل من غلواء النفس، وبالتالي اللي حضرتك عرضته ده ليس له علاقة بكل بتزكية النفس أو إماتة، بالعكس ده إشباع النفس حتى تلتهم الإنسان، إشباع الشهوات، إشباع المظاهر، إشباع التفاخر، كل هذا يقتل الإنسان نفسه وتبقى النفس هي المتحكمة فيه. وساعتها ربنا يقول ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو اللي ظلم نفسه حتى تحكمت في هذه النفس. وبالتالي الحج بيقول لنا أن احنا نميت أنفسنا بمعنى نزكيها، نسلمها لله سبحانه وتعالى، وليس شرط أن يكون الإماتة بمعنى القتل، والله أعلم. طب دكتور معلش آخر حاجة اللي نأكد عليها، لو أنا جاتني دعوة من صديق أو من شركة أو من هيئة أو من مؤسسة أن أنا أروح الحج، يعني برضو أؤكد على المعنى ده، بعض الناس بتجيلها الفرص دي، هل ده في أي مشاكل يا دكتور؟ والله إذا ما كانش ده حق حد، مجرد دعوة عادية، فده وارد، ما فيش مشكلة. يعني قد مؤسسة إعلامية تدعيك أو تدعيني أو تدعي أي حد، لكن ما بقاش لها مقابل، ما بقاش لها مقابل غير شرعي. إيه المقابل؟ ما فيش مقابل إلا إذا كان موظف هيئة الأوقاف زي ما حضرتك بتقول. أنا واخد بالي، يعني أنت عارف، لا أنت عارف حضرتك إن في مقابل في وسائل الإعلام، في مقابل بنسبة إعلاميين بيستضافوا أحسن استضافة، في مقابل أنواع من التطبيل وتشريع الباطل والتأكيد على الاستبداد ومساعدة الاستبداد، في مقابل بيقدم لبعض الناس كتير. لكن الدعوة العادية من هيئة أو من مؤسسة وأنت مستحق لذلك لا حرج فيها مطلقا. وكل القيود اللي بتمنع الناس عن الحج هي قيود باطلة، ومن حق الإنسان أن يذهب الحج، ليس من حق أحد أن يمنعه كائنا من كان. دكتور جمال أنا عارف أن اللقاء معك كان قصير الأسبوع ده، لكن عذرا الوقت وخلصت الحلقة للأسف، فنلقاك إن شاء الله بعد جدك يعني، واخد أجازة أسبوعين، بس نشوفك كده لمدة أسبوعين يعني، توحشنا أولا ربنا يكرمنا وإياك إن شاء الله. إن شاء الله نلتقيك على خير يا دكتور. أذكر بس الناس إن إحنا عندنا يوم عرفة بإذن الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام باب التزكير، صوم يكفر سنتين ماضية مستقبلة. بقول إن عرفة بتكفي دعوات، نشغل نفسنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى من العادات والتقاليد. عندنا عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات، نذكرهم في الدعاء في ليلنا ونهارنا، وده أقل الواجبات اللي احنا نقوم بيها. نذكر أسرهم، نذكر أولادهم، نذكر بيوتهم، نذكر أمهاتهم، نتفقدهم بواجبة شرعية. لازم نتعبد الله سبحانه وتعالى بالقيام بواجبنا نحو المظلومين والمظلومات، وده أقل الواجب ولا أعلى واجبا بعد فريضة الصلاة، أعظم من إغاثة هؤلاء بكل صور الإغاثة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب الأمة وكرب مصر كلها وكرب المسلمين ويحيي صفنا جميعا. وإن شاء الله العيد القادم نكون في كل بلاد المسلمين أسعد حالا، وهذا ظننا بالله سبحانه وتعالى، وأفضل حالا وأجمل حالا، وربنا يفرج الكرب إن شاء الله تعالى. وكل عام وانتم طيبين، وتقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا أستاذ محمد. كل عام وكل كل عام وانت بخير، وكل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور جمال عبد الستار. أنا بس أكدت على السؤال ده في الآخر لسبب بسيط قوي، أنه دار حوار بين صديق ليا وواحدة ست كبيرة في السن. الست بتقول له ده أنا يا ابني حجيت 16 مرة. فصاحبي دمه خفيف قال لها ليه يا ست، وانت بتشتغلي في مكة؟ قالت له لا أنا بشتغل في وزارة الأوقاف، فكل سنة بطلع مع وزارة الأوقاف. فالراجل قال لها بس ده فساد يا ست. قالت له لا فساد، أنا بطلع بحج ربنا. فأنا استغربت فعلا من الحوار أن الست معتقدة أنها كده بتحج. على أي حال كل عام وحضراتكم بخير، إحنا في أجازة على أن نعود إن شاء الله يوم 9 يوليو القادم إن شاء الله، مع دعواتكم أن نعود بخير إن شاء الله. طبعا في ناس تانية بتدعي أن إحنا ما نرجعش، وده طبيعي، السيسي ومن والاه، ومرتضى ومن والاه، انما وكل فاسد ومن ولا، انما الناس المحبين المتابعين اكيد يعني هيدعوا لنا ان احنا نعود بسلامه الله. ف
إذا كان في العمر بقية وإذا كان الدنيا زي الفل هتلاقونا إن شاء الله معاكم في نفس المواعيد يوم 9 يوليو بخير إن شاء الله. كل عام وحضراتكم وكل أسركم وكل الأمة العربية وكل مصر وكل وطن عربي على مختلف فئاته وطوائفه وعقائده كله بخير. بس يا رب يا رب العيد يبقى بخير على كل الناس ما عدا واحد بس، الجائر يا رب يقبلها منا إن احنا ما نشوفش وشه. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم 9 يوليو.